مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله ومساء الخير عليكم جميعا. كل سنة وانتم طيبين، والعيد أهل، العيد لما، والعيد عفو عافية، والعيد سمح وسماح وتصافي، والعيد إحساس دائما لفتح البيوت ولمة الحبان. والعيد في السودان كما هم الناس في وطني، وكما يقول عنهم الرائع سيف الدين الدسوقي: الناس في وطني شوق يهزهزهم كما يهز نسيم قامة القصب، والجار يعشق للجيران من سبب وقد يحبهم جدا بلا سبب. الناس أروع ما فيهم بساطتهم، لكن معدنهم أغلى من الذهب. فتحايا العيد لكل أصحاب المعدن الأصيل، المعدن السوداني داخل وخارج الوطن. كل عام وأنتم والوطن بألف خير وسلام وعافية. دائما نتحدث عن رؤى إبداعية مختلفة، الخيال والعبقرية تحولان ما هو عادي ويومي وتعبر به في الحياة اليومية دون أي استوقافات، ونحوله دائما إلى رؤى ولوحات جمالية. والأدب والفن هو الأقدر على ذلك. والفن التشكيلي من الفنون المرئية هي مجموعة الفنون التي تهتم بإنتاج أعمال فنية تحتاج للتذوق للرؤية البصرية المحسوسة. الاختلاف الوسائط المستخدمة في إنتاج هذه الأعمال الفنية التي دائما ما تشغل حيزا من الفراغ، كالرسم والتلوين والنحت. والفن التشكيلي في السودان استطاع أن يعبر إلى وجدان ووعي الإنسان السوداني ويتجاوزه إلى العالم، معبرا عن مكنونات ومشاريع ورؤى لمنتجي هذا الفن. ووجدت هذه الضروب من الفنون الاحتفاء بها والتكريم والتفاعل معها هي اليوم في العيد أهل فترة خاصة، ونحن نحتفي بعيد الأضحى المبارك، نصافح إنجازات علمائنا وفنانينا، ونحتفي برمز فني وفكري هو الفنان عثمان وقاع الله. وبه ومعه نأمل في الاحتفاء بالفن التشكيلي في السودان ورواده ورموزه ومنتجيه الشباب. ضيوفنا داخل الاستوديو يشاركون هذا الاحتفاء والتكريم لهذا النجم والعالم الذي يتحدث عنه الجميع بأنه مجمع للفنون باعتبار أنه شاعر وخطاط وتشكيلي، وجمع ضروب مختلفة للفنون، البروفيسور والأستاذ العالم الذي طار وحلق بأجنحة من نور مثل السودان خيرا وجمالا وإبداعا، عثمان وقاع الله. نرحب داخل الأستوديو بظرف عبدو عثمان، هو عميد كلية الوسائل المتعددة والدراسات الإبداعية بجامعة غاردن سيتي. مرحب بك. أهلا وسهلا، كل سنة وانت طيب. كل سنة طيبين. مرحب بك. كمان نرحب في العيد بأستاذنا عيسى الحلو الناقد والقاص. مرحب بك. أهلا بك. كل عام أنت بألف خير. لديك العافية. ونحيي كمان معانا اليوم في مرسم استوديو العيد أهل نمارق صلاح. مرحب بك وكل سنة وأنت طيبة. ونحيي كمان أكرم. مرحب بك وكل سنة وأنت طيب. وبنحيي عازف الجيتار اللي حيكون معانا على إيقاع الجمال اليوم في هذه الحلقة، نور الدين. كل سنة وأنت طيب. وحينضم لنا بعد قليل الأخ الشقيق لعثمان وقاع الله، محمود وقاع الله. ولكن حتى وصول الاستوديو نشاهد هذا التقرير ونعود لنبدأ مشوار اليوم. كل عام وانتم بألف خير. يقاد عن مظاهر الفن التشكيلي السوداني بأنه ظاهرة تأويلية بامتياز، والتشكيل في هذه القارة الوطن يستحيل أن ينهض بلا شرط ذهني يمنح اللوحة عمقها التقوي. ورغم أننا نقف أمام فن ديني صرف، كما يمنحها بعدها التأويل الذي يرفع حالة الإبداع الفني إلى مرتبة من مراتب التصوف أحياناً، هو ارتباط السوداني بمنظومة قيم ووعي ذاتي يتحول إلى مشروع إبداعي جمالي، ويرتبط ويتشابك مع الحياة السودانية في بساطتها وعمقها وتنوعها. فأنتج السودان مجموعة من الفنانين الذين أسهموا في إنتاج البشرية الإبداعي، وأسهموا في نشر ذائقة جمالية وتربية فنية.
بأسس سودانية. أحمد عبد العال، كمال إبراهيم، حسين جمعان، محمد حامد شداد، إبراهيم العوام، أحمد شبرين، عمر برما، راشد دياب، عبد عثمان، شرحبيل أحمد، والقائمة تطول، وأجيال متلاحقة يجمع بينها رؤية للحياة والطبيعة والإنسان من منظور جمالي، والاشتغال على الحاسة البصرية كمدخل للوعي بالذات وبالآخر. ومن بين هذه الأمشاج اللونية يبرز الفنان التشكيلي عثمان وجيع الله، المولود في مدينة رفاعة في أواخر العام 1925، والذي عاش حياته متنقلا ما بين رفاعة ولندن وعواصم العالم ليخط لوحاته ويعرض منتوجه الفني، تاركا علامة لونية ذات شكل وملمح سوداني في خارطة الفنون العالمية. درس خلوة جده أحمد إبراهيم وجيع الله بمنزل أسرته، ومدرسة رفاعة الشرقية الأولية، مدرسة رفاعة الأميرية الوسطى، وكلية غردونة التذكارية، وكلية سيتي أند جيلز لندن، ومعهد كورتو لتاريخ الفنون في لندن، ومعهد الخطوط العربية في القاهرة. صمم أول عملة سودانية، صمم عدد من طوابع البريد، صمم العديد من الأوسمة بالقصر الجمهوري، عمل في الإذاعة البريطانية القسم العربي والأوروبي، من مؤسسي كلية الفنون الجميلة والتطبيقية، نفذ معارض في كثير من عواصم ومدن العالم، نال درجة الأستاذية في بريطانيا، ونال وسام الأدب والفنون من القصر الجمهوري، ووسام الإنجاز توفي في رفاعة في 4 يناير 2007، وترك للسودان والإنسانية إرثا وأعمالا فنية ذات قيمة عالية. كل هذا الإنجاز بالتأكيد استحق هذه الأوسمة وكل الشهادات، واستحق منا هذا التكريم عبر هذه الفترة المفتوحة. العيد أهل، برحب بكم من جديد، كل سنة وأنتم طيبين. ودائما لما نتكلم عن الفن التشكيلي نتحدث عن نقل الصورة، يعني محاكاة الواقع وغيرها، ولكن دائما أستاذ أبو رفع عبدو نحن نتكلم عن الفن التشكيلي بجانب نقل الصورة، بجانب المحاكاة للواقع، في تركيب أو نشاط تركيبي إضافي، يعني بنحسه في أنه ليس نقل الصورة فقط. نتحدث عن الفن التشكيلي تعريفيا والشكل لهذا المضاف للصورة ومحاكاة الواقع في نشاط تركيبي. شكرا جزيلا. فعلا زي ما تفضلت وذكرت انه الفن التشكيلي مجال واسع، واسع تماما، يبدا من معنى الكلمه اللي هو تشكيل. كلمه تشكيل هي صياغه الماده او الخامه ايا كان نوعها، قد تكون خامه لدنه في يد المثال، قد تكون خامه طيعه اللون في يد الملون، قد تكون كلمه لشاعر أو قصيدة له أيضا، وقد يكون لحن. اختلفت المواد التي عبر عنها الفنان، لكن في النهاية هي كلها تؤدي إلى غرض واحد، إنه نعبر عن إحساس، نعبر عن جمال داخل نفسنا بنعكسه من خلال رؤيتنا اليومية للحياة العادية. فالفن التشكيلي بهذه المواصفات هو يفترض يكون غادر إنه ينقل لنا نقلة كاملة ما نراه وما سوف نراه عن حياتنا هذه. لذلك بالضبط بالضبط كده. لذلك الفنان التشكيلي يعني يسبق، او الفنان بصوره عامه سواء كان موسيقي او شاعر او تشكيلي، هو يسبق رؤيه المجتمع، لانه بيرى في مستقبل الايام المقبله، يرى التطور الذي يحدث لكل خامه هو يشتغل بها، لكل رؤيه هو يجددها ويطورها. فبالتالي الفنان من الناحية دي هو رسول لرسالته، وبالتالي يبشر عما سيأتي. فالفن التشكيلي بصورته دي هو يعني موجود في حياتنا اليومية كلها، حتى لو كان نحن كسودانيين ما صغناه، لكن الفن يظل هو الفن طبعا في كل شيء حولنا. الفن هو خلفه فنان، الميكروفون، الكاميرا، اللابتوب بتاعنا، التوبيك الجميل دي بزخرفته دي، وراء زول فنان تشكيلي هو صممه، سواء كان هندي
أو سوداني، لأنه الكلام يتكلم عن الإحساس بالمشاعر ونقلها، وبالتالي ليس هناك جدران في ما يختص بنقل العواطف، لأنه نحن نتمثله حتى من خلال الأثار. صحيح، وهي مزيج دائما، يعني صحيح. متحدث عن المزج العواطف والعقل وغيرها، عشان ما نحدث هذا المنتوج أن إحنا بنشوفه في لوحات عظيمة. وسعيدين اليوم يكونوا معانا كمان في المرسم الشباب الجميلين، حنشاهد لهم لوحات مختلفة. أستاذ عيسى، يمكن يعني تحدث بروف عبدو عن إنها هي خلطة للعقل وامتزاج للحواس وغيرها. دائما يتكلم عن الإضافة لنقل الصورة في حديثنا عن الزاوية للمشاهدة، وبيتكلم عن استقراء مستقبل، فبالتأكيد فيها قدرة على الاستقراء بتأتي من مشاهدات وتراكمات بتخلي الفنان قادر على هذا الاستقراء وتمثيله في اللوحات المختلفة. فأهمية هذه التراكمات وأهمية الخلفيات والثقافة في الفن التشكيلي. أنا أعتقد أن مشكلة الفن التشكيلي في السودان بالتحديد هي النقد. النقد مايل إلى الأدبية، يعني نحن نتكلم في الأدب في الحقيقة، ولم نتكلم في التشكيل. يعني أنت ليس السؤال الجوهري هو الاختلاف بين المشكل الذي يرسم اللوحة التشكيلية وبين الشاعر، وبين الناثر الذي يكتب رواية، بين الراقص، يعني أنواع الأجناس الإبداعية المختلفة. هي بتستغي مادة واحدة زي ما قال البروف، لكن تشكيل هذه المادة المنتوج مختلف في جنس إبداعي معين يختلف. صحيح. في مسألة ميجور في المسألة دي، في مسألة أساسية اللي هي رؤية الفنان. هل هو ينقل الواقع؟ هل ينقل لنا الواقع برمته؟ أم هو يتخيل واقع مغاير أو بديل؟ يعني في 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 المسألة دي السؤال ده مهم جدا. يعني مثلا وقي الله هو خطاط ماهر جدا، صحيح، لكن هو حروفي، بمعنى أنه يشكل لوحة من مادة الحروف. الحروف ليست بمعنى أنها فارقة من المعنى. هو يرى أن الحروف لها معاني، صح، منها الحروف النورانية، صحيح، وفيها إضافات لإحساس وخيال. يعني احنا هندخل في ما يسميه عثمان وقع الله بالبعد الرابع، هندخل في رؤية الفنان التشكيلي للعالم. كيف يرى؟ يعني مثلا عندك مايكل أنجلو، له مقولة مشهورة جدا، هو يقول أنني أرى الصور النائمة في لحم الحجر. يا سلام. يعني هو لا يأتي بجديد، صحيح، ولكن له رؤى كاشفة، صحيح، ورؤى مصطفى، يعني له بصيرة يغزى أكثر. نعم صحيح. ويمكن هو الجانب ده اللي احنا بنتكلم عنه يا بروف، لما يتكلم عن الجانب الخيالي ووجود إضافة بسيطة. تفضل. بسيطة اللي هو انه في ورسام وشاعر تشيخوسلافي يقول انه هنالك القصيدة جاهزة وما على الشاعر إلا أن يسحب ويحضره. هذا الكلام ينطبق على اللوحة التشكيلية. صحيح، وهي القدرة على الذهاب لإحضاره، يعني ما يمتلك. ويقصد الكلام ذا الأفلاطون أنه الأشياء في العالم مصنوعة من قبل، صنع الله سبحانه وتعالى من قبل على المبدع. أيوة، وما على المبدع إلا أن يستلهمه. صحيح. الآن في مقولة مايكل أنجلو تكلم إنه قال بيرى التمثال داخل الحجر، أيوة، وعليه إزالة الغبار من الحجر حتى يصل إلى الحجر. أيوة. فعلا، لكن هي دائما يعني زاوية النظر نحن نتحدث عنها، والقدرة على المشاهدة، والقدرة على إيغاظ يعني ما هو حي، ما هو ميت، ما هو نائم وغيره. وده دائما بيقودنا لحديث عن الخيال، ويعني حديث الخيال بيقال إنه كل فنان تشكيلي في داخله شاعر صغير أو كبير، يعني فأهمية الخيال كبعد للوحات التشكيلية. الخيال شيء أساسي ليس للتشكيل فقط، زي ما تذكر وتفضل الأستاذ ذكر، الخيال لكل المبدعين في أجناس الفنون المختلفة والإبداع المختلفة. إذا كان ما فيش خيال يبقى نحن بنعيد في تكرار ما هو موجود أوريدي، هو ظاهر. وزي ما أنا آسف أقول الكلام، زي ما أسأل الآن شبانا بيجتروا الغناء
بتاع الحقيبة القديم أو بتاع الستينات أو السبعينات اللي هو كان غناء رصين، وكان بشهادة هذا التكرار أنه غناء رصين. الآن نحن نجتره، لكن يبقى الرؤية بتاعت شبابنا حقه يكون أنه هم يكون عندهم رؤية متقدمة في أنه يصنعوا ما هو جديد ولا يعيدوا ما هو كان قد رسخ في أسعار الذهنية العامة السودانية بأنه ده من أجمل الأعمال التي سمعت. فبالتالي أين دورنا نحن كلنا كغنائين كشعراء كتشكيلين، إلى أي مدى ممكن نضيف ما هو جديد على ما دي تراكمية حقيقة، تراكمية أي أمة تتبني من الذاكرة وتطويرها. فإلى أي مدى أي إنسان مسؤول مناسب حتى الإنسان العادي في أنه نحن نطور حياتنا اليومية، إذا ما أضفنا يوميا، في بعض الفلاسفة يقول أنت لو ما أضفت في يومك شيء جديد أنت 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 ميت. صحيح. فنحن محتاجين إنه نطور المواد، الخامات موجودة، الخامة موجودة، لكن نطور إبداعنا وخيالنا في إنه في كل يوم نصنع شيء جديد. صح، وده اللي نتكلم عنه في إنه هو يعني ضرورة الثقافة وأهمية وجود خلفيات ومتراكمات عشان ما الإنسان لما ينتج لوحة تشكيلية يكون ظاهر فيها هذا البعد، ما تكون هي مكررة أو منتهي عند الخيال. أنا أريد أن أضيف إنه هو السؤال يعني هل الفنان يعني هو متخيل، هل هو يصنع أشياء متخيلة، ولا ممكن الواقع اليومي العادي المكرر الرتيب هو يمكن أن يكتشف فيه يعني جمال غير مألوف؟ عشان كده يمكن ممكن تقولي الجمال يعني الصورة الجميلة في الجمال المرئي والجمال اللامرئي. طبعا لو لاحظت في نظرية البعد الرابع عن عثمان رضي الله، هو يتكلم يعني الكلام يبدو ما واضح بشدة، لأنه داير دقة في التفسير، داير إدراك البعد الخفي، أي البعد الخفي. هناك صور لا ترى بالبصر ولكنها ترى بالبصيرة طبعا، وهذا الفعل من أفعال المتصوفة فعلا، يعني إن الله سبحانه وتعالى يتجلى لكن ليس في الصور بالصورة العادية. صحيح، ويعني هو يعني هذا جمال يرى بالبصيرة، يرى بالإيمان فعلا. والحديث عن المتصوف في حياة عثمان وقال الله هو حديث كبير، حنجي له في واحدة من المحاور، لكن يعني في ذات الحديث يعني واحد من الدنماركيين التشكيليين بيتحدث عن إنه هو وقف قدام تمثال، فبيتحدث عنه رأى فيه إنه اكتمل فانتحب، يعني عندما سأله الجميع لماذا تنتحب قال لم أجد فيه ناقص، وهذا يعني أنه الخيال قد يعني نضب. فهل الخيال التشكيلي يمكن أن ينضب؟ لكل المبدعين لا يمكن ينضب زي ما تفضل الأستاذ، لأنه من أبسط الأشياء في حياتنا اليومية ممكن يطلع موضوع. يعني لا يمكن الحياة تقيف، حياة في التطور اليومي، في علاقات اليومية، العلاقات الخاصة، العلاقات العامة، العلاقة بين الزوج وزوجته، العلاقة بين الأب وأبنائه، دي كلها فعل يومي بتنتج منه تفاعلات يومية. هذه التفاعلات هي ما ينتج في حياتنا من صور ممكن نتخيلها، والزول المبدع ممكن ده كله يصيغه بمادته هو في لحن جديد، في لوحة جديدة، ويعبر به عن موقف ذاتي لكنه قد يكون عام، لأنه قد يكون مر بكل الناس هذا الموقف لكن لم يعبر عنه إلا هذا الشخص بهذه الخامة وبهذه المادة المتوفرة في يده، كان كلمة ولا كان لحن ولا كان حجر ينحته. فيبقى بالتالي المزل لا يمكن أن تنضب التشكيل، لو نضب الإبداع معناه الحياة ماتت حقيقة. صحيح، ويعني الحديث عن إنه الاختلاف والإدهاش والاعتماد على رؤية بصرية مغايرة وغيرها ما يعني كل إنسان لا يمكن أن يمتلكها، يعني حتى يتحدث دائما عن التشكيل الذي يتحدث عن أنه إذا عايز ترسم وردة لابد أن تنسي جميع الورود التي شاهدتها. سنعود الحديث حول هذا الموضوع بعد أن نشاهد هذه المادة. الطيب صالح، عبد الله الطيب، الكاشف، والعديد من الفنانين الذين شكلوا رموزاً فنية وأدبية وفكرية أوصلوا الحياة السودانية إلى العالمية. واليوم نقف عند رجل يعد من أهم الفنانين السودانيين العالميين، عثمان وقيع الله.
لكم من جديد مشاهدينا، ونحن اليوم في مرسم العيد أهل نتحدث عن القامة، الفنان التشكيلي، الخطاط، الشاعر والمبدع. اليوم نتحدث في زاوية الفن التشكيلي بشكل خاص تكريما لهذا الرمز الراحل عثمان وقيع الله، فله الرحمة وتحايا من جديد عيدية لكل أهله وأحبابه. مرحب بكم من جديد أستاذ عبد عثمان وأستاذ عثمان الحلو، وكنا وأيضا التحية للشباب نمارق أكرم ونور الدين، وكنا بنتكلم في جانب يعني عن الخيال، وأستاذ عثمان كنا بنتحدث عن أنه مهم أن ينسى الإنسان ما حوله أو ما شاهده اللي يصنع الإدهاش، حتى لا يشابه غيره. يعني هو يعني بذكر الكلام أنه أحد الشعراء أظن والد أبو نواس ذهب به إلى البحتري فقال له أريد أن تصنع لي شاعر نازل الصبي، فالبحتري أمر الصبي بأن يذهب ويحفظ 1000 بيت ثم عاد فقال له اذهب وأنساه ثم احفظ لي 1000 بيت وهكذا. فالشاب حفظ أو الصبي حفظ 3000 بيت فقال له اذهب لتنسى. ففي الحقيقة إنك أنت في الفن الملاحظ إنه الفن لا يأتي من الذاكرة مباشرة، هو يأتي من السبق والشخص، يعني من الذاكرة، ذاكرة الباطنية المزيد للتراكمات المختلفة. فلهذا النسيان هو جزء من الشغلانة بتاعت الإبداع، يعني التجربة كلما يعني تصبح ما في الوعي المباشر كل ما بتصبح صالحة جدا جدا لأن يصنع منها فن. صحيح. لكن أدار أقول وأنبه يعني الناس اللي بيسمعونا في أنه في الفن ليست هناك إجابة واحدة. يعني كل الذي نتداول فيه الآن هو يحتمل الصواب والخطأ. يحتمل أكثر من تفسير ويحتمل أكثر من إجابة، لأنه الفن هو أولا سؤال مستجيب باستمرار، هي فلسفية يعني. أيوة. وكل فنان يجيب وكل الفنان الإجابات صالحة للنقاش والحوار، عشان كده بتلقي أنت النقد في كل الفنون مهم جدا مهم جدا، لأنه حتى النقاد ليست هناك الكلمة العليا. صحيح. هنرجع المعقولة يا دكتور، هنرجع لإسقاط الحديث على الواقع في حديث عن النقد وهل يوازي منتوجنا الموجود من فن تشكيلي، ولكن في ذات الإطار في الحديث عن الفن التشكيلي ده نحدث عن إنه الموهبة يجب ألا تنضب، قد تنضب ولكن يجب ألا تنضب، فخلينا نتحدث عن المحافظة على الموهبة. أنا أضيف بعض الكلام في الاختلاف بيجي لأنه زي ما ذكر الأستاذ في إنه لا ينضب، لأنه الـ 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 الإحساس زيه هو إحساس ذاتي في البداية، وحاسس الناس تختلف تماما لأسباب كثيرة، الخلفية التاريخية، الخلفية الثقافية، الخلفية الاجتماعية، الخلفية الواعية للفنان لأي مدى هو هضم تجارب كثيرة، فبالتالي التعبير لا يمكن يكون واحد لنفس الموضوع. يعني تكلمنا مثلا عايزين نتكلم أدينا موضوع عن الغروب للشعراء، ممكن تطلع 50 قصيدة مختلفة لنفس الموضوع، وده ناتج بسبب إنه التعبير يأتي لأنه في مكونات له مسبقا. صحيح. وكل يرسم بما يحمل. نعم. صحيح. فيما يختص بسؤالك اللي عن الحفاظ على الموهبة. الحفاظ على الموهبة زي ممكن أضرب لك مثل عازف الكمان أو عازف أي آلة موسيقية إذا لم يداوم التمارين اليومية. أنا أذكر إنه المرحوم الله يرحمه ويغفر له محمدية كان بيقول في كلامه لما سؤال زي ده كيف يحافظ على الأداء بتاعه العالي ده، قال أنا بتمرن 8 ساعات في اليوم، يعني دوام بتاع موظف. فيبقى بالتالي أنت عشان تحافظ على الموهبة وقدراتك، القدرات هي جانب الحرفي في الموهبة، فإذا كان الجانب الحرفي أنت ما جودته، وده يمكن بعدين نرجع لكلامنا عن أستاذنا ويجعل الله التجويد، فالتجويد جانب
اللي بقى على الحرفية دي هو اللي بيعلي هو التول بتاعتك، هو الأداة بتاعتك لإبداعك طبعا والإلهام اللي بيصلك. يعني أنت كنت ملهم وما عندك الأدوات للتعبير عنها، يبقى ما فيش توازن أو ما فيش هارمون بين الرؤية وبين تنفيذها. صحيح، والسعي لامتلاك الموهبة وتجويدها. البني آدم عموما في كل مشاريع بيعملها، كل مشاريع بيعملها، يعني مش الفن بس، الفن هو ضمن المشاريع البشرية بتاعت الإنسان. لكن البني آدم إذا ما كان يريد أن يحقق ذاته يعني متجدد يعني ومواكب، لا هنا 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 الفلاسفة بعض الفلاسفة يقولون أن هنالك ما يسمى بالصيرورة ما يسمى بالكينونة. الصيرورة إنك أنت عندك إمكانات ضخمة لكن ما تحققت في الواقع. كل ما تعمل عمل في الواقع حسب إن الواقع ضيق وشروطه ضيقة ما بتمكنك منك تنفذ كل المشروع بالدقة اللازمة وبالتجويد اللازمة، لازم ضيق قوالب التنفيذ. يعني الدنيا ما بإيدك، المسائل ما بإيدك، أنت عايز تعمل حاجة ممتازة جدا لكن في أشياء تفلت من سيطرتك. فهنا يعني إمكاناتك أكبر مما نفذ، حتحاول تنفذ تاني. عشان كده بتلقي عالم كتاب الرواية مثلا نجيب محفوظ ما عنده غير 3 عوالم، الطيب صالح يمكن عنده عالمين، أستاذنا عثمان وقيع الله عنده البعد الرابع وشغال فيه باستمرار، يعني مين ما هو من الربعينات عندما السبعينات وشغال في نفس المشروع. صحيح، يعني فكل الفنانين المحافظة هنا. أيوة، فكل الفنانين هو داير يتحقق، داير يكون مشروعه كامل، لكن للأسف الشديد لأنه هو بشر لا يمكن لهذا المشروع أن يكون كامل 100%. طبعا شايفة، فمن هنا بتجي بشرية الإنسان وحدوده وعدم إطلاقيته، فمربوطة بشغله فعلا. تتمثل الشاعر اللي قال على المرء أن يزعى. أيوة، وليس عليه ذاك النجاح، ده كل المبدعين بنفس الشيء. نعم، لكن الفنان عايز حوافز. يعني أنت كل ما راعيته يعني في الدولة راعت مبدعينا واهتمت بمبدعينا، كل ما ارتفع مستوى التجويد المنتوج والأداء والتجويد وغيره. والجانب يمكن جانب المواكبة، كثير من الناس دائما ما يتكلم على المواكبة يحسوا إنها فعل صناعي أو إنها يمكن أن يعني تدخل بخطوط ممكن تكون يعني الخط في اللوحة مختلف عن اللوحة وما مندمج فيها أو غيرها. فخلينا نتحدث عن الفن التشكيلي وأهمية المواكبة. المواكبة يعني هل بمعنىها، أنا ما أعود أقول لها بالموضة، الموضة ممكن تنتج لأسباب، لكن المواكبة في التخصص، المواكبة في تطوير الوسائل والأدوات. نعم، تطوير الذات نفسه وتطوير حرفية الفنان نفسه المبدع. أنا أقول المبدع ما مش الفنان، المبدع نتكلم عن مبدع عام، خطاط، رسام، موسيقي، شاعر وهكذا. فالحرفية دي هي جزء من المزل الكاملة. فإذا كان هو يعني إلى حد بعيد يعني تمثله للرؤى دي في حدود القدرات المتاحة له، هو بالتالي يستمر في إنتاجه، يستمر في إبداعه، وبالتالي العملية هو تلاحق إبداعه يلاحق قدراته، وقدراته تلاحق إبداعه، وبالتالي العملية بالنسبة له هي مستمرة لا تقف. فأنا أفتكر أنه المزلة لو نظرها بالشكل دي في حدود السؤال اللي سألتيه، أنه نحن كنا نتحدث عن بعد التشكيل، وأنه ممكن يعني كثير من الناس بيفهموا أنه الشكل المواكب ممكن يكون يعني يشوه اللوحة. فاستخدام يعني ماذا المقصود بالمواكبة في اللوحة؟ المواكبة بصورة نحن بنتحدث عنها. نعم. إذا تحدثنا عن تطوير الذات أو المواكبة الموجودة العصرية في دخول تقنيات إلكترونية وغيرها على اللوحات، يعني المواكبة يعني لو فيها عندها شقين. إذا كان في زول بيحاول يصنع فن، دي مواكبة غير مقبولة لأنه لا يصل شيء. لكن المواكبة المربوطة بتطور الخامة، تطور المادة اللي بنصنع منها الفن. يعني اللغة العربية متطورة نفسها مش كده؟ طبعا. وهي خامة الشاعر.
كذلك التشكيل الرؤية البصرية هي تتطور لأنك أنت بتضفي لها هذا التطور. صحيح. وده كان حديثنا عن الحروف. نعم. أول مدرسة الحروفية الانتهاج. نعم. أستاذ لو رجعنا بعدين نتكلم عنها. لكن وقع الله نحن يعني دائما في حديثنا بنحاول نسقط كل الحديث على تجربة المكرم اليوم أستاذنا. نعم. عثمان. نعم. وقع الله ممكن قبل ذكرته في أنه الحروف نفسها هي رغم جمودها وغيرها استطاع أنه يجعلها يعني دروب الخيال ومدارس مختلفة. نعم. ممكن ده الحديث أيضا يعني أستاذ عثمان عن الرمزية والخيالية وغيرها. عيسى. عفوا. وده كمان الحديث عن الرمزية نحن بنتحدث عنها في أنه دائما بيتكلم عن أنه كل ما هو واضح جدا هو إفساد للفن. أنا بفتكر المواكبة هي بالضرورة حادثة. لأنه أنا في بداية كلامي قلت الفنون كلها أجناس مختلفة للفنون هي في حالة بتاع التواصل واحتكاك. يعني أنا أصلا كاتب قصة وناقد وروائي ولست مشكل. يعني أنا ما مشكل. وحتى دخولي على النقد دخلت من باب المواكبة. يعني أزداد معرفة بهذه الأجناس علها تطور من أدائي. أنقد التشكيل وجيت مخصوص النهاردة عشان أتكلم عن فن الأستاذ عثمان ولي الله. نوع من المواكبة بمعنى نوع من التماس. دين ما يفعله مبدع أنا أعيش معه في العصر وأتأثر به وما أفعله من فن قطعا له صلة. وهذا يسمى في النقد بالتناص. يعني كل لوحة لها صلة باللوحة السابقة طبعا. والخيط الرابط. أيوة. وكل قصيدة لها صلة بالقصايد ولها صلة بزمنها ولها صلة بالحيوية والحراك الفني بالمعنى الشامل. أنا بفتكر هي المقصود بها المواكبة ومقصود بها الاحتكاك ومقصود بها التواصل بين هذه الأجناس التي تبدو مفككة. يعني لو قلنا الرواية براها زي ما قبل شوية الدكتور أشار إن الفنون دي كلها هي عبارة عن, 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 عن شوف الإنسان لهذا العالم سؤال الإنسان لهذا العالم وهي الحياة يعني حاولت معرفته لهذا العالم. فالناس كلها بتشترك لكن بأدوات مختلفة بطرائق مختلفة. صحيح. هرجع نتكلم عن الرؤية النقدية وما تراه في الفن التشكيلي لأستاذنا الراحل عثمان وقع الله ولكن بعد هذا الفاصل. تحية لكم والعيد أهل اليوم هذا المرسم المفتوح واحتفاء بالفن التشكيلي وتكريما لرائد الفن التشكيلي في السودان عثمان وقع الله الشاعر الخطاط والمبدع يتحدث عنه اليوم ويتحدث عن أنه مثل السودان خير تمثيل في جوانب إبداعية مختلفة. اليوم في زاوية خاصة نتحدث عن الجانب الحروفي والفن التشكيلي. نرحب من جديد بالبروفيسور عبدو عثمان بالوسائل المتعددة والدراسات الإبداعية بجامعة غاردن سيتي وأيضا معنا داخل الأستاذ عيسى الحلو الناقد والقاص وانضم لنا داخل الاستوديو الأستاذ محمود وقع الله أخ عثمان وقع الله يتحدث في الزاوية الاجتماعية وزاوية الأسرة. نرحب بالجديد بنمارق أكرم ونور الدين ويمكن كنا نتحدث أستاذ محمود في جوانب مختلفة عن رؤى الفن التشكيلي. بدأنا في حديث عن إنها هي مشاهدات وتراكمات بتشكل الفنان ودائما نتكلم عن التراكمات دي بتكلم عن خطوات الحياة الأولى للفنان ممكن يعني حياته وجوده في الخلوة لجده أحمد إبراهيم وقع الله وجوده في مدرسة رفاعة الأولية والمدرسة الأميرية الوسطى وغيرها حتى حيوات رفاعة عندها بصمات في تكوين الإبداع. بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أولا مشكورين لاهتمامكم بالفن التشكيلي عموما وسيرة ومسيرة المرحوم عثمان وبي الله، نشكر حضورك رحمه الله. حديثك عن النشأة الأولى، أنا بفتكر إنه الإنسان من بيئته طبعا، والأخوان الأستاذ عيسى الحلو دكتور عبد العثمان مختصين طبعا، وأنا ما لي باع في هذا المجال، يمكن لله صلة القربة وما عرفته عنه وما عرفته منه في مسيرة حياته. وأستطيع بكل بساطة أقول يعني أثر الخلوة مباشر، لأنه فضلا عن دراسة القرآن هو بيحكي لي إنه ما زرع فيه حب الخط ومحاولة تقليد الشيخ إنه برسله ويجيب العماء يجيب الصمغ يبر القلم بتاع. فكانت دي التجارب الأولى في الخلوة. نعم، داخل الخلوة. داخل الخلوة ممكن هيدل كان عندها يعني الحديث اللي نحن بنتحدث عنه في الحروف الحروفية بشكل خاص، وجود لوحات مختلفة زي ما ذكرت، يمكن دراسة القرآن كان يعني عندها البعد، نحن بنتحدث عن الرؤية المتصوفة وعن البعد بتاع الحروف ووجودها في لوحات المختلفة. في إفادات حنشاهدها ونعود نواصل حديثنا. ولد عثمان الفضل ثم قال في مدينة رفاعة سنة 1925، في سنة 46 وابتعث إلى إنجلترا ودرس في معهد جامبرت فور فاين آرتس أند كرافتس في إنجلترا، وفي سنة 49 نال الشهادة بتاعته. بعد ذلك سافر إلى مصر ودرس الخط العربي تحت الأستاذ سليم محمد إبراهيم ونال الإجازة في الخط العربي. بعد ذلك رجع السودان واشتغل في معهد الفنون الجميله والتطبيقيه وانشأ استوديو عثمان. استوديو عثمان كان حقيقه ملتقى للفنانين والشعراء والادباء والمثقفين اجانب منهم والسودانيين، وشارك الحقيقه الاستاذ عثمان في معارض كثيره جدا في افريقيا وفي الشرق الاوسط، وعنده مخطوطات موجوده في المتحف البريطاني، مخطوطات موجوده في المعهد في 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 امريكا. أستاذ عثمان خط المصحف الكريم مرتين وأطلق على واحد منهم اسم مصحف رفاعة تكريما لمدينة رفاعة. رجع السودان سنة 2005 وسنة 2007. كان من إنجازات الأستاذ عثمان رضي الله عنه أنه يعني مزج الخط العربي التقليدي بالخط الحديث الفن التشكيلي، عمل إبداعات جديدة واختراقات واكتشافات إبداعات في مجال الخط العربي وأشياء تحفظ للأجيال. كنت أتمنى لو أن المسؤولين بالذات في وزارة الثقافة يمدوا يد العون، لأنه هذه المخطوطات بعضها موجودة في رفاعة وعرضة للتلف والرطوبة والحرارة، وإن شاء الله نحاول نحافظ عليه للأجيال القادمة إن شاء الله حتى لا يضيع هذا التراث العظيم.
تحايا العيد لكل أصدقاء وزملاء الأستاذ عثمان وقيع الله. ومحمود كنا بنتكلم عن البيئة في رفاعة، تكلمنا عن الخلوة والمدرسة كمان، يعني كانت بيئة جغرافية جامعة فيها مجموعة من الموجودين في رفاعة، وفيها كمان يعني جوانب للثقافة، جوانب لوجود النشاط وغيرها. إذا كانت تحدثنا عن الشرقية الأولية أو الأميرية الوسطى، هم وجدوا قدامنا القدوة، يعني مش مجرد معلمين زي التعليم السائد الآن، لكن كانوا آباء وكانوا قدوة وشكلوا لهم مثل العليا. فإذا كان قلنا البدايات الأولى الخلوة، جائز لما وصلوا المدرسة، يعني لما يكون أستاذه هو نفس الأستاذ درس أبوه، يعني مثلا الشيخ عبد اللطيف أحمد والد الأستاذ عبد المنعم عبد اللطيف، دكتور حسن عبد اللطيف كان خطاط بارع، احنا شفنا خطه، يعني كان يجمل الدكاكين في الفاعة، يكتب في الكرتون حكم، أحاديث، آيات قرآنية، وجاز لحد الآن موجودة في بعض المحلات وكذا. فدينا التعليم على يد قدوة وليس مجرد مدرسين، يعني صحيح، وناس يعني وجدوا إن الوسائل في التعليم المبكر في الفاعة كانت تفتكر، يعني مثلا الأستاذ الشيخ بلقي البدري كان يصنع الكرة الأرضية من القرع في وقت ما كانت موجودة الكرة الأرضية في السودان، حتى طلبوها من إسطنبول. خلاقين بالعادة، خلاقين ومبدعين، ويعملوا الوسائل والمنهج نفسه في من داخل. فديل أخذوا الرأي من الأستاذ الشيخ بابك البدر، وواصلوا رسالته بنفس النهج، يعني مشوا. والمدرسة بالنسبة لهم ما كانت مجرد تلقي أو تجدين، لكن هم يعني برعوا حتى في المسرح، عرفوا المسرح من بدري. فإذا كان آباؤهم وأجدادهم سنة 1903 عملوا المسرحية بإخراج وبكفي ميدان المولد، فهم ذي جو لقوا المدرسة المتكاملة فيها تحسين الخط، الفئة المسرح، فيها الإبداعات المختلفة. الكرة دي لما ما كانت موجودة بشكلها الحالي حتى لحد ما جابوها اليوم، صنعوها من الصمغ ومن المواد المحلية. ودي القدرة على الإبداع والقدرة على الخلق اللي احنا بنتكلم عنها، ده تشكيل والباب يمتلك أي زول يعني. وده اللي خلينا نتكلم عن مشاهداته. دائما كل فنان وكل مبدع بيكون عنده مشاهدات خاصه في تكوين الذات الابداعيه. استاذ عيسى، ونحن بنتكلم يعني في الزاويه دي، في زاويه المشاهدات بشكل خاص من جانب نقدي، يمكن هو تحدث عن انه الخلوه والوجود في الخلوه هو اللي شكل له المدرسه الحروفيه، فهذا تحدث من رؤيتك النقديه. والله انا زي يعني انا مرات بسمع كلامكم لكن عندي اختلافات جوهريه معاكم، وللاسف ما بلقى فرصه اقول وجهه نظري، فتلقاني يعني منقاد، يعني اوافق كذا على مضض. انا استاذ كلام استاذ محمد ده ما مقتنع به، ما مقتنع به. انا بفتكر انه هنالك علاقه متبادله ما بين الاستاذ عثمان رضي الله وبين زمنه. بين ايه؟ بين الاستاذ كقدره ابداعيه وبين زمان، يعني زمان في انفصال عن المكانيه قصدك؟ يعني قصدت لو وديت اي زول ثاني خديته محل الاستاذ عثمان وديع الله واحطه بنفس الظروف، ليس بالضروره ان تاتيك نفس النتيجه. الكلام بتاع محمد اعتراضي عليه انه اي زول لو شلنا خدينا في الظروف الاجتماعيه والتاريخيه والثقافيه والمزاجيه والتربوي هنحصل على عثمان. طيب رؤيتك للموجود شو؟ هذا الرجل ممتاز بموهبة
أنا مع الموهبة. الموهبة بالأساس طبعاً زي مؤمنين عليه ونحن. ده لقى ظروف، الظروف تحاورت مع الوضع التاريخي والوضع والشروط التي وضع فيها وأدى هذه النتيجة الباهرة. طبعاً ونحن يعني ما مختلفين. ما مختلفين. نحن أملنا. أنت وأنت عبارة بيها. ولقى أداء ولقى إيه وجدت. نحن أملنا يا أستاذ هذا. كنت محل ما كنت عدى بدي كده. يا أستاذ عيسى في الأول أملنا على وجود الموهبة. هو لأنه عنده قدرات. هذه القدرات من شرطها، من مصيرة، من قدرة إنها أن تنمو وأن تنجح وسط هذا الشيء. طبعاً. فعشان كده أنا بفتكر دائما، أنا بفتكر مثلاً الأستاذ الفنان الكبير ابن عوض، أنا بفتكره موهبة كبيرة جداً. هو وليد قدراته زايد عصره. طبعاً. يعني السودان عثمان ويا الله ابن عوض أنا طول صار. عفوا يا أستاذ. ابراهيم عوض لو الاهلي قايل انه جاير عبد الرحمن الريح كامل معلش 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 نتكلم عن البيئه المحيطه بس هو احنا عشان نفصل في الموضوع ده يا استاذ عيسى من قدره يعني عبقريه زمنه عبقريه زمنه زايد عبقريه زمن ولا المكان هاي يعني عبقريه المكان والزمان وكل ده الظرف المحيط زايد العبقريه الفرديه بتاعته هم عملوا حوار وصلنا الى هذه النتيجه عثمان وجاء الله يعني بس ابراهيم عوض ده ما كان ممكن يكون ابراهيم عوض إلا لأنه السودان نفس الشيء ينطبق على عثمان وقام عثمان بدأ معاه الحداثة الحداثة تدخل السودان والسودان في ذلك الوقت يبني دولته العصرية يعني تحديث في التربية في التعليم في الاقتصاد في الهندسة في كل شيء صح نحن دائما لما نتكلم عن كل مبدع لما نتكلم عن كل مبدع نتكلم عن جوانب مختلفة هو الحداثة والتحديث صح. والعصر عصر النهضة البدنة نعم نعم منصته كانت رفاعة بفتكر كده يس تعليم بدل من رفاعة إذن البيئة الموجودة دي هي ساعدت مخصصة بالتأكيد أنا بقصد أوكي كان ممكن ما يدخل المدرسة البيئة بشكل أوسع بشكل أوسع البيئة بشكل أوسع عصره كله كان فيه استنارة رهيبة طبعا هو عشان كده هو مشى باللوحة الحروفية كان من أوائل الحروفيين فعلا يا استاذ عيسى هو الاتفاق احنا دائما بنتكلم عنه في انه اي تكوين لذات ابداعيه عنده اسس مختلفه نعم. تحدثنا قبل عن الموهبه بشكل خاص نعم. في جانب اخر الحديث عن الثقافه والقراءات عن المشاهدات وعن نعم. البيئه وغيرها حواتي. ويمكن المشاهدات دي بيجي في اطار البيئه والحديث اللي تحدث عنه استاذنا محمود يعني هي الموضوع ما مختلف نحن ما مختلفين في الرؤيه لكن هي تكوينات مختلفه تحدثت في جانب الموهبه حدثنا في بعد آخر للمشاهدات والثقافة المنطقة يعني أنا عايز أضيف حاجة من الممكن من التشكيلين أستاذ خليك معنا من الممكن من التشكيلين يكون في العمر ده هو منتج منو؟ يا بروف يعني يمكن حديثهم يعني في حديث التشابك ده نحن بنتحدث عنه في تكوين الذات الإبداعية ممكن هي يعني بتكلم عن أساسيات وأعمدة مختلفة جانب منها الجانب بتاع المشاهدات وجانب آخر للثقافات المشاهدة والقراءات وغيرها الحديث عن الخلفيات فجانب بس نتحدث عن تكوين الذات الشخصية المبدعة التشكيلية طيب أنا إذا نكون المنحنى ده دخلنا في شخصية أستاذنا عثمان ولي الله تأكيد فيبقى بالتالي نشوف الخلفية أساسا هي كانت شنو يبقى نرجع للخط في نفسه الخط العربي بداياته وتدرجه إلى تطوره إلى أن تلقفوه الأساس الكبار منهم عثمان ولي الله وطوروه بالمستوى ديه الخط أساسا هو كان كوفي في الجزيرة العربية وكان في كان في المسند في الجزيرة العربية الكوفي كان في وسط الجزيرة العربية حتى إنه لما نزل الإسلام كان لقى الخط الكوفي موجود وبالتالي لما جاء كتاب الوحي أيام الرسول عليه الصلاة والسلام استدعوا كان أجمل الخطاطين الكتاب هم ناس مكة فاستدعوهم هم كتبوا القرآن الكريم فحتى في زمن عمر خليفة عمر رضي الله عنه لما كتب المصحف بتاعه كتب بالصيغة بتاعت الخط المكي واستمر هذا الكتاب إلى أن تداولوه الناس وكان من أشهر الكتابين زيد بن ثابت كان من أجمل الخطاطين واللي كان على رأس هذه المجموعة اللي كتبت المصحف الأول الخط بعد كده
أخذ مرحلة ثانية وكان مهمة جدا جدا لخروج الإسلام نفسه من خارج الجزيرة العربية، والتحم بأمم ثانية ثقافات ثانية، وبالتالي حصل حاجتين، مدارس مختلفة. حصل حاجتين الخط إنه حصل في اللحن على الكلام، لأنه الخط الكوفي المرق كان صعب جدا لأنه بزاوية صعب جدا الناس غير العرب يقروه، فبالتالي تطور الخط إلى أن بقى هو الثلث، فالثلث كان هو خط طيع ولين وبالتالي سهل قراءته، فده خلى الخط في النهاية يمشي تدرج إلى أن ابن الياغوت من 16 خط كانت موجودة طورها إلى 6 خطوط المعروفة بالنسبة للخطاطين وبالنسبة للمعرفة عن الخط العربي. هذا تدرج طبيعي جدا حصل للخط العربي في 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 ملامحه وفي تطوره. تطور اللغة العربية نفسها مربوطة بتطور الخط العربي، اللغة العربية نفسها تطور، يعني بمعنى أنه كان في زمن الصحابة الكلمة لا تنغط، كان يغروها حسب ثقافتهم باللغة العربية الصحيحة، إلى أن جاءت فترة نقطوا الحرف بالمصاحف القديمة فيها نقاط حمر في أعلى الكلمات، فدي النقاط اللي سموها أسي حليم يقول لك وضع النقاط على الحروف، صح، مأخوذة مجازا من هذا التعبير. إلى أن جاءت مرحلة ثانية نفس النقاط دي حولت إلى تشكيل، يعني بقت الفتحة والضمة لما صعب على الناس برضو يقروا النقاط الحمراء دي ويفرقوا بينه وبين هل هي الضمة ولا هي الفتحة ولا هي الكسرة. ده كله مشى في مسيرة الخط وفي تطويره، وبالتالي تطوير اللغة يعني تطوير الخط نفسه. فأنا أفتكر المسيرة كانت مهمة جدا لأنه بنلقاها في 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 شغل عثمان وقع الله حقيقة، لأنه بعدين نتكلم عن الشغل الأكاديمي التجويدي للخط، وده الشغل الحقيقي اللي كان في مسيرة أستاذنا وقع الله من 42 لحد 51 هو كان بينهل في هذا المنهل، إلى أن أخذ إجازته في مصر سنة 51. صحيح. ما قل من 10 أو 12 سنة هو كان باستمرار داخل محراب الفن والخط فعلا، فدي مرحلة أفتكر مهمة لازم تعرف عن عثمان بن عفان. صحيح، يمكن دي يعني هي واحدة من المراحل التكوينية، وإحنا بنتكلم كنا عن أهمية أو خطوط تكوين هذه اللوحة الذاتية لذات المبدع التشكيلي. يعني السؤال كان عن ذات المبدع التشكيلي وتكوينه فيما يختص بموضوعنا اللي متناول اللي هو اللي حقربنا نفسنا في التشكيل العام، خشينا في التشكيل الخاص اللي في دنيا أستاذنا وجع الله. فيبقى الذاتية هنا هي ذاتية ارتبطت، أنا أتفق مع الإخوان ما بعترض معهم كثير في إن هي ذاتية ارتبطت بالمكان وثقافته وأهله وريحة المنطقة وطعم المنطقة، ده كله يصب في معين الذاتية، وارتبط أيضا بالحرفية العالية لعثمان وجع الله. يعني هو يقال مما كان في الخلوة كان مميز جدا في خطه، ويمكن ده الخلاه يتجه هذا الاتجاه لأنه من صغير كان خطه مميز تماما، كان خطاط يعني وعمره 12 عام. صحيح يا محمود؟ صحيح. أي نعم. أنا طبعا ما لكن هو الكلام بقوله ده نقلا عنه هو مباشرة. نعم. هو من آبائه. نعم. هو بقى تاريخ حقيقة، حتى لو ذكر بهذا المستوى هو تاريخ في مسيرته هو نفسه. لكن أنا عندي اعتراض، يعني أنا كناقد ما بستنى الفنان يكلمني، ما بستنى الفنان يكلمني عن شغله. والله أنا يعني أنا بنظر لشغله بصرف نظر عن شهادته. يعني عشان أنا أكون موضوعي، أنا علاقتي مع النص الفني إذا كان مكتوب أو إذا كان مشكل مرسوم، فعشان كده أنا يعني حركتي اتجاه الفنان معرفتي ليه، يعني بتاخد زاوية مختلفة للرؤية، مقاييس دقيقة جدا. صح. يعني امتين أقرب منه امتين ما أقرب منه، عشان انت مفروض تعاين للشغل بشكل موضوعي، اذا قربت شديد المودة زيادة على اللزوم مثلا بتبوظ، واذا نفرت منه شخصيا المزرة بتبوظ. يعني لازم تكون ما داخل العاطفة والاحساس في التقييم. يعني صح. فعشان كده يعني عشان كده الناقد الفرنساوي اللي هو رولان بارت قال ان المؤلف مات. انا ما شغال بالمؤلف، لا بأثر المؤلف. يعني أنا شغال بأثر المؤلف. جات نظرية تانية في أنه لا، المهم المؤلف والمهم المتلقي. أنا الغريبة من أول مما جات سيرتنا، أنا مفروض أجي هنا
أنا مشغول بالأستاذ عثمان بشكل شديد يعني. أنا قريت الكلام بتاعه نظرية البعد الرابع. بتهيلي النقاد فسروها حسب ما هم دايرين عثمان. لأن الكلام بتاع عثمان ما سبيسيفيكلي ما معمول ب يعني قطع سيف إنه الكلام ده كده. أنا بتهيلي والله أعلم بتهيلي إنه الأستاذ عثمان كان بيبحث عن كيف يعمل لوحة حروفية. أنا بفتكر أهمية عثمان هي لأنه مشكل للوحة الحروفية. صحيح ويمكن يعني ده الجبال يعني كنا بنتحدث عنه أستاذ عيسى يتحدث عنه. مش أهميته في أنه خطاط، أهميته في أنه هو مشكل للوحة حروفية. والله يا هو بس أستاذ عن الأهمية بكل التكوينات. أنا طبعاً لا أحترم جداً المختصين والأكاديميين وكذا، لكن أنا مهمتي يعني في ما أعتقد. لا لكن أنت كمدراء عندك وتتظاهر برضه. لا ما عندي والله. ما عندي. أنا بحاول أرسم لكم صورة. كمشاهد. كمتلقي منه هو شخصياً. صورة يعني لما سمعت عن. صحيح. لما سمعته أو منه يعني سمعته منه صحيح. فيما يختص باتجاهه هذا الاتجاه وليه في النهاية اتجه للقرآن وماذا اكتشف فيه وفي النهاية قال كلام ممكن الناس ما يوافقوا عليه قال بس الفني أو الحرف القرآني كمان ما العربي قال لأنه أصلا العرب يعني ساهموا قليل في تطوير الخط خط. وهو ما اكتسب قدسية إلا ارتباطه بالقرآن صحيح. فعشان كده كان يقول الحرف صحيح. القرآني وليس الحرف العربي صحيح وما تكون ده كلام عند المختصين يوافقوا أو لا يوافقوا لكن ده أنا بحكس لكم رؤية لو سمحت لي يعني المعلومة صحيحة 100% لأنه لو امتدار لكلام الجبيل قلته إنه في تطور الخط العربي نفسه النهضة اللي قامت في الإسلام بعد من خلال الفنون بعد نزول الإسلام بعد استقرار في السنة في القرن الأول النهضة اللي قاموا بها الفنانين بالمناسبة مسيحيين ومسلمين هم اللي قاموا بوضع الأسس الأساسية للفن الإسلامي والفن الإسلامي من وقتها وخروجه خارج كان طوالي في عملية بتاعت نماء وتطور لكن الخلاه ياخذ هذا المنحة الخصوصية اللي جات اللغة العربية في القرآن نزل بها بلسانه وده كان مسألة مهمة جدا لأنه في نظر المسلمين كله والخطاطين خاصة فيها قدسية وتبجيل للغة العربية فأينما كان هناك حرف أو كلمة من القرآن أو من حتى من الشعر هي لها مكانتها في نفوس المسلمين صحيح هي ما منفصلة وتبغى اللغة العربية هي لغة القرآن وده حتى الحديث عن حديث أستاذنا عيسى في التأويلات المختلفة ممكن هو ذات حديثك عن أنه التفسير يختلف وزوايا النظر تختلف هي أيضا عندها زاوية خاصة نحن حنعود للحديث بالموضوع ده لكن عايزين ندعوكم وكل مشاهدينا عشان نشاهد واحد من المعارض لأستاذنا عثمان ولي عرضه بروفيسور عثمان وقيع الله صمم أول عملة سودانية وشارك في تصميم العديد من العملات العالمية له عديد من الأعمال الفنية المنتشرة عالميا وصمم العديد من الطوابع وله أعمال فنية منتشرة في جميع المتاحف العالمية طبعا جميل هو الاستاذ عثمان وقيع الله.
التحية لكم من جديد في العيد أهل، والتحية للزميل عبلة، كل سنة وانت طيبة. ويعود حديثنا، ممكن شاهدنا جانب من معرض أستاذنا عثمان وقع الله، وكنا بنتكلم في زاوية للحديث عن الرؤية النقدية بشكل خاص. تفضل أستاذ عثمان. أنا عايز أقول أن الأستاذ عثمان كمبدع وجدانه مؤمن بالله سبحانه وتعالى لدرجة لا يعني قصوى، ومحبة يعني يمتلي بها قلبه يعني بنور ساطع، هذا بلا شك. عشان كده هو ذكر الحروف النورانية، وعشان كده تجي صوفيته وشوفه للعالم صح، وينظر من يعني يرى زي ما أنا قلت في البداية، يرى الوجه الجميل اللامرئي صح. ويمكن حتى ده ظهر في تأثره حتى في الخطوط الشعرية، الجانب الشعري كان متأثر بإدريس جماعة تجاني، لكن محمد المهدي مجذوب، وكان كلهم في دائرة المتصوفة يعني. لكن مع هذا أنا بفتكر أستاذنا وحبيبنا عثمان ولي الله كان يريد أن يجعل لوحة معنى الحرف إلا الحروف النورانية اللي هو استثناها التي هي لها معنى صح. لكن الحرف المجرد لوحده لا يأتي معنى إلا يكون داخل كلمة صحيح. ثم الكلمة زيد الكلمة زيد الكلمة حتى تدينا جملة تدينا معنى صح. وكان داير يجعل للوحة معنى وقد فعل يعني، يمكن دل الحديث عن القراءة النقدية. عندما جعل صح. عندما حول المادة الخامة بتتعلم منها اللوحة اللي هي الحروف بطريقة تشكيلية محددة، منها رفضت الحروف المتشابكة وخلاها مفكوكة، عمل للحروف قاعدة تستند عليها. أنا شفت قبل شوية لوحة هنا، دي لوحة كاملة يعني أنت تقرأها كلوحة تشكيلية صحيح. ويمكن هي يعني كاملة. كان رائد وأستاذ للمدرسة دي يا أستاذ محمود نعم. في حديثنا عن مدرسة الخرطوم بشكل خاص كان أستاذ رائد لها الحروفية، وحتى جاءوا بعد ذلك يعني تلامست أستاذ الصلاحي وشبرين وغيرهم من اللي كانوا موجودين في المدرسة دي بشكل خاص. والله يعني مدرسة الخرطوم دي ما كلمنا عنها إلا عرضا خلاص يعني. حتى قراءاتكم يعني هو تكلم عن اللوحات في الجانب للخط العربي في قراءته النقدية، خلينا نتحدث عن قراءاتكم انتوا للوحات دي كأقرباء، تدخل فيها العاطفة؟ والله يا أخي تدخل فيها حياة كثيرة. قبل طرق الأستاذ عيسى مسألة كده عرضا يعني مسألة التصوف نعم. وانا قال لي مشاهدات عن الحرف العربي واسرار الحرف القرآني زي ما في حل انه انا اقوله كده، لكن ده برضو نرجع لاثر البيئة والتصوف نعم. في تشكيل صح. وايمانه القوي ادمر قوي شديد يعني. الايمان نعم وتنقل. المهم كمان انه احنا نسمع حكاياته عنها يعني من جانبكم. ممكن هي الحكايه الاجتماعيه دائما بتكون مختلفه عن الرؤى الاكاديميه صحيح. والنقديه وغيرها صحيح. فكيف كان عم بيحدثكم عن فنه يعني؟ انا بدل سؤال اكثر تحديدا يعني يعني كان بيونسكم عن لوحاته وعن فنه وبيقول لكم شنو؟ بيقول لي والله انا عامل أنا شفته فيه جزء طبعا جزء كبير ما شفته في حالات أكبر من سنة، فبقول لي والله أنا عندي أعمال ما بطالة كويس. والروا المسلمين والروا المسلمين هذا نامو، وما كان يعني حريص إنه تبقى معاي بتاعة صفوة وكذا. فأنا كنت بقول له يعني مثلا ما في قدريهات في البلد وفي الفاعة تحديدا ما في يعني حاجات حتى في الخرطوم يا دار لقينا مرة المتحف القومي، فقال لي عملوها في الجامعة الكبير صوانا للناس اللي بيجوا في الجامعة الكبير في غيره. إذا أعماله دي هو عاملة لشنو؟ لنفسه أولا فيما حسيت أنا
إشباع لعامة المسلمين. صحيح، وبعدها حمل مجموعة من الرسائل ودي رسالة الفن اللي احنا بنتحدث عنها، يعني الفن التشكيلي. صحيح. في زاوية يعني دعوة لله. صحيح. من خلال الموهبة بتاعت الفن، من خلال التشكيل ومن خلال الحرف، هي دعوة. صحيح، وحتى نقوش يعني كانت حتى على الكعبة المشرفة موجودة، حتى حديثنا عن تصميم العملات، العملة السودانية والعملة السعودية وغيرها من أشكال التصميمات. نحن حنعود نواصل الحديث، لكن حنمشي مع عبلة من جديد وحديث مع دكتور إدريس البنا. هاجر إلى بريطانيا وعمل بالقسم العربي والأوروبي لهيئة الإذاعة البريطانية، وبجانب أعماله الفنية كان محاضراً في كثير من الجامعات الأوروبية. اهلا بك استاذ ودكتور ادريس البنا، ونحن سعيدين جدا بحضورنا معك الليله انه نلتقيك هنا، واحد من الاساتذه والفنانين المعروفين الذين ارخوا كثيرا للفن والتاريخ السوداني. دكتور ادريس مرحبا بك معنا. انا اشكر الشروق وغايه الشكر على تغطيتها لهذه المناسبه العظيمه، مناسبه الحروفيه من الأستاذ الكبير تشكيلي الفنان عثمان عبد الله بقي الله. عثمان أنتج كله في بريطانيا، بدأ عندنا إحنا هنا مع كلية غردون، هو الدفع اللي بعدنا، أنا عبد العزيز أبو عفان وكمال جاك أبو ولد دفع، هو وبصار بغدادي والمجموعة الثانية دفع ثانية، وهم دفعت عبد الخالق محجوب الذي كان أول الدفع، ودي نهاية الكلية، تحولت إلى ثلاثة، حنتوب وادي سيدنا وخورتقل، انقسمت إلى ثلاثة أقسام بعد الدفع بتاعتهم. طبعاً وكل المدارس دي خرجت كمية من العباقرة والفنانين والمثقفين، إذا كلمتنا عنهم بصورة عامة. قلتهم في ذلك الوقت. أيوه، عثمان أحد العبقريات، وأنا بقول ورث الحكاية دي من والده. والده بتاع لغة إنجليزية، وكان مترجم في المكتب المركزي ونقل إلى القاهرة في فترة من الفترات مع واحدة من الدبلوماسيات. أبوه وأهله كلهم من مدينة الرفاعة، ومدينة الرفاعة دي لما كل التعليم على رأسها الشيخ بابكر البدري بدأ فيها الأحفاد، وما كنا أطفال صغار دلدين معهم في الأحفاد، أول مدرسة بنات كمان 1930. أيوة، بابكر البدري وغير بابكر البدري، شيخ بابكر الملك، شيخ عبد الله البنا، دي كلهم هناك تاريخ. ناس دي جماعة الإسيد، واحد الخضر خضر خضر، عملية فيها ناس مكة عباس، فيها ناس بقاتي شريف، فيها ناس البيت عبد النور بتاعهم ضفائر جودي رسم، فيها 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 أسماء حاجة عادية أبدا، رحمن علي طه، يعني أنا ما أقدر أوصف لك. رفاعة دي بتلم منو من الدون في التعليم والتربية ومدارس البنات، ما بدت إلا عندنا إحنا في الرفاعة. الرفاعة أول مدرسة تعمل يا من الإنجليز 1902 1902 في 1930 عمل الشيخ بابكر البدري فيها النقلة بتاعت الأحفاد بتاعت الأطفال، ونحن كنا فيها صغار فيها. الرفاعة فيها أنا زي ما ذكرت للناس أساتذة كبار، عبد القادر الشريف، غير عبد القاسم مكة عباس، غير عبد القاسم مجموعة بتاعته اللي في من القبائل حوله السكرية وغير السكرية، يعني
أقول إن مدينة رفاعة لمت التعليم من كافة أهلها. أنت فكر الملك عبد الله البنا. أيوة رفاعة كما علمنا إنه كلها هنا صدرت للسودان وللعالم كله شخصيات بارزة في الثقافة وفي الفن وفي السياسة وفي مختلف المجالات. إذا أنا إحنا رجعنا لمحفل اليوم والأستاذ عثمان وقع الله وفنان تشكيلي كبير جدا وشاعر، فهل أنت تعتقد إنه البيئة حقت رفاعة أدته دعم في مسيرته الفنية؟ كيف ما أتعرف؟ أنا بقول إنسان ورث الإبداع، ورث الإبداع من منه؟ ربنا سبحانه وتعالى اسمه البديع، ربنا سبحانه وتعالى اسمه البديع، أي خالق الكون ومن يخلق صورة خالق. عشان كده بقول الفنان فنان، فنان ساكت مبدع. تسميته هو قال ما فيها، ما داير يقول فنان، ما كان داير يقول أنا الفنان، أنا قال الخطاط. ما خطاط، خطاط ما فنان مبدع. فنان طبعا ذلك لكرم تواضعه. ما وقع الله اتخذ الصورة دي اللي اسمها الحروفية دي مدرسة خاصة بالشرق العربي، بدأت بعد ما هم جو من التعليم بتاعهم جو السودان، هو وشبرين وبسطاوي وبغدادي والمجموعة دي كونوا كلية الفنون وكانوا بدرسوا فيها، هو بدرس خط وبسطاوي كان ماسك الكلية كمدير لها، جو مجموعتنا نحن ليه، وعلى رأسها كان جون بير جريلو. أنا زرت لندن في فترة من السنين على عثمان وقع الله، ورجيت ساكن في شرق لندن. المعارض بتاعت الجهاز اللي عندكم دي كانت تكون موجودة في التيت جاليري، كان في فرنسا في، كان في المتحف البريطاني في، كل ما كان في معرض من المعارض في التولري اللي هو فيه ناي بتاع المصر الفرنساوي ده. ايوه يعني كل المحلات الكبيره اشتغلوا فيها وقدموا فيها المعروضات بتاعتهم. ما دول ساهم شاعر فنان ورسام وكمان رجل متدين جدا. انا والله في بيتنا كتب لي ياسين خطيته وبعدين عمل المصحف. اي جدير بالذكر انه كتب المصحف بخط يده 3 مرات. الجدير تكاد تجري الملاك بتاع الطباعه الصوره ذاته. دكتور ادريس سعيدين بك جدا والله، على امل انه نلتقيك مره اخرى ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا، ونحن لسه مستمرين معاكم في تغطيه خاصه لاستاذ كبير جدا الاستاذ عثمان وقيع الله. نلتقيكم مره اخرى. شكرا عبلة، وشكرا للدكتور ادريس ادريس البنا، وكان حديث عن زوايا مختلفه للمبدع عثمان وقيع الله. في حديثنا عن الحقيبة بشكل خاص عرفنا انه لو عنده لوحات هي عبارة عن رسم لأغنيات الحقيبة، وأيضا ترجم رباعيات الخيام على لحن الحقيبة. سنعود للحديث حول هذا المحور بعد الفاصل. تحية لكم مشاهدينا، وفي العيد أهل من جديد، وهذا المرسم اليوم المفتوح في الفترة المفتوحة، ونحاول الاحتفاء بالفن التشكيلي في إصغاط وخصوصية لرائد هذا الفن في حديث عن الطريقة الحروفية بشكل خاص أستاذنا عثمان وقع الله. رحب من جديد بضيوفنا داخل الاستوديو البروف عبدو عثمان، عميد كلية الوسائل المتعددة والدراسات الإبداعية بجاردن سيتي. مرحب بك من جديد. من حي كمان أستاذنا عيسى الحلو الناقد والقاص، ومرحب بمحمود وقع الله الأخ الشقيق لأستاذ عثمان وقع الله. نرحب بالمبدعين المعانا اليوم كمان في مرسم العيد أهل، نمارق أكرم ونور الدين. وخلونا مباشرة نحن نتكلم عن الإبداع ده وتحدثوا عن الموهبة والمحافظة على الموهبة.
خلونا في جانب خاص، يمكن أنتوا يعني في ذات المدرسة شايفة لوحاتكم برضو في طريقة الكتابة والحروفية وغيرها، فكلمونا عن موهبتكم واختياركم للطريق ده نمارق. طيبة. أنا ما عندي مدرسة معينة بمشي عليها في الشغل. الخط العربي عندي موهبة أصلاً ما تخصص يعني، فحابة أنميها وماشي فيها بالتمارين. بشتغل خطوط، ما كلها حروفيات اللي بشتغلها، حروفيات ده إلا ما ألقى حاجة أكتبها فبقوم بعمل حروفيات، يعني ما ماشي بحاجة معينة في الشغل. طيب، والحديث عن التمرين وغيره يمكن يعني نقاط للحفاظ على الموهبة. أيوة. يا أكرم، زي ما ذكر الأساتذة في إنها ضرورة الحفاظ على الموهبة. نعم. أولا كل سنة وأنتم طيبين. تبقى ألف خير. وعليه الرحمة الأستاذ عثمان وقيع الله، طبعا أستاذي الأول. أنا خطاط وحروفي في نفس الوقت، بحاول أصل اللي وصل له هو اللي قدر يفهمه في الخط العربي. فالمحاولة دائما يعني بالتمارين زي ما قلت قبل. فلسه يعني في موضوع، نحن لسه طلبة وبنحاول نصل للحاجة دي، فربنا يوفقنا إن شاء الله ويوفق الجميع. بالتأكيد أتمنى لكم التوفيق في العيد، موسم الأمنيات. مرحبا بك نور الدين، وخلينا مباشرة نسمع يعني مقطوعة موسيقية ممكن هي ترتيب للأجواء الفنية في مرسم العيد أهل اليوم. جميل، شكرا جزيلا وكل سنة وانت طيب. كنا بنتكلم مشاهدينا في حديث أستاذ محمود وفي لغة لأستاذ دكتور إدريس البنا، كنت بتحدثنا عن أنه أغنيات الحقيبة واهتمامه بهذه الأغنيات وبألحانها وغيرها، وذكرت أنه مجموعة من الأغنيات هي كانت مرسومة لوحات لبروف عثمان وقيع الله. خلينا نتحدث عن جانب اللوحات دي. لوحات غالبا لما يعجب بأغنية حسب إحساسه ورؤيته بترجمها بشكل لوحة. على رأس هذه اللوحات يعني قصيدة للشاعر المفضل عنده إبراهيم العبادي. شاعر الطبيعة. نعم، برضليك المولى الموالي. وقال لي والله القصيدة دي لو عنده سلطة عمل شعار لجمهورية السودان. ده من حبه للحقيبة بشكل خاص. ويمكن يعني حتى حديثنا عن الحقيبة لأنه هو ترجم رباعيات الخيام ولحن بألحان الحقيبة. نعم، هو كان مؤدي حقيقة في النطاق الخاص يعني يؤديها.
كان يعني بيغنيها بصوته قصدك؟ نعم. يعني حتى بيغني بصوته يعني اغنيات الحقيقه لما يكون معتدل المزاج او بيغني بدري شويه بيغني صح، وعنده تسجيلات سواء بصوت او لغيره يعني لهذه ال صح. احنا نرجع نتكلم عن التكوين ده، يعني دائما نتكلم عن ذات المبدع. مهم انه الناس كمان تعرف يعني التكوينات الخاصه في انه بيسمع لمنو من الفنانين الشعراء المحببين، الثقافات المتناوله، بيقرا لمنو، يعني زوايا مختلفه. لكن استاذ عيسى يعني في حديثنا يعني تجربه لازم نجيب عندها ترجمته لرباعيات الخيام. هو يعني عثمان من خصائص رؤيته الفنيه هي رؤيه بالرغم سودانيتها وطنيتها وقوميتها قويه جدا جدا، ويبدو لي انه حتى يعني الكلام اللي قاله الاخ محمود عن ارتباطه ببعض المغنيين وبعض الشعراء وشعراء دوبيت وكذا، هو ده جاي نتيجه لالتهاب احساسه وأشواقه لوطنه، خاصة في غربته في إنجلترا، ودي كانت بدايات الوعي بالهوية. صح. بعدين المدهش عثمان إنه موهبته بقدر ما هي قومية ووطنية ولصيقة بالوطن إلا إنها عندها انفتاح على العالم، وأنا أفتكر ده السبب اللي خلى فنه يعني يجد قبول في 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 افريقيا وفي اوروبا وفي امريكا وفي كثير من البلدان، اليابان والصين وكذا، يعني حتى هناك تشابه بين شغله والكتابه الصينيه يعني. وهي المشاهدات المختلفه. ايوه، هو موهبته موهبه ما يعني ما محبوسه، لكن عندها قدره على الاستشراف، عندها قدره على الاحساس بالانسانيه، بالانسان ككائن كوني. طبعا طبعا. ويمكن هو ده اللي خلاه بالمناسبه عمر الخيام شعره في الكونيه دي يعني بتحسي بانه هو مش مواطن لوكال، انسان يعني ايوه متجاوز للحدود الجغرافيه. وده بالتاكيد بيجي من المشاهدات المختلفه. ممكن ده بيقودنا مباشره للحديث، يعني اذا تحدثنا في زاويه عن نقله لاغنيات الحقيبه في لوحات، او حديثنا عن الصوره المتصوفه، او الجانب اللي بيتكلم عنه في ترجمه رباعيات الخيام، بيتحدث مباشره عن الشاعريه البصريه للفنان. نعم، وده كلام جميل، لانه الحقيقه الشعريه البصريه انا كنت منتظر قبيل ندخل فيها بصوره يعني اوضح، ويمكن برضه هحاول ارجع لخلفيه الشعريه البصريه، لانه من فائده نقاشنا مع بعض والمستمع انه يعرف الحقيقه. نحن انا افتكر انه العالم كله هو من زمن طويل هو قريه واحده يتاثر ببعضه، فالشعريه البصريه هي ليست وليده العالم الاسلامي العربي اصلا، يعني هي كواحدة من المؤثرات اللي حصلت حولنا وبالتالي تأثرنا بها. يمكن لو رجعنا للورا شوية انه من عصر النهضة، قمة عصر النهضة لما كانت الـ 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 الرؤية للفن هي للفن الإغريقي في كلاسيكيته العالية، اللي هو زي مثلا تمثال ديفيد لمايكلانجلو والموناليزا لدافنشي، ده قمة الفن الإغريقي وقمة الجمال في تمثيله للواقع. لكن طبعا حصلت في اوروبا بصوره عامه نقلات للمجتمع، ودي مساله مهمه جدا، اي فن بتاثر بالحركه داخل المجتمع. فالمجتمع تطور، وفي فتره معينه سقطت سلطه الكنيسه والاقطاع، وظهرت الديمقراطيه وزادت الحريه، خاصه بعد الثوره الفرنسيه 1789 لما ظهرت بقى الانفتاح الكبير جدا في اوروبا للبحث للعلوم وللمنطق، مسائل كثيره. الفنانين كشريحه ايضا كان لهم دور في انهم نظروا في فنونهم بالدراسه والبحث، ورجعوا حقيقه لورا يمكن 150 سنه من زمنهم لورا، ايام اسحاق نيوتن. اسحاق نيوتن تكلم عن نظريه اللون، طبعا كان في خرافات كثيره
من ضمنها انه اللوم بيطلع من عين الزول بيزغط على الشيء. بالتالي دي كلها وكثير من النظريات اصغطت بنظريه داروين، نظريه نيوتن. صحيح. اللي هو بيقول ان الضوء موجود، اللون في الضوء، ضوء الشمس. وقام عمل التجربه بتاع انه اخذ حزمه من الضوء خلال المنشور انكسرت لسبع الوان. هو الحديث عن كيف نرى. بالضبط بالضبط. فدي خلت الفنانين التشكيليين يرجعوا في عصر في العصر بتاع التنوير دي انه يدرسوا دراسات تفصيليه. فكان طلعت المزله بتاعت الايحائيه اللون. فجوجان مثلا على سبيل المثال قال انتبهوا لدور الموسيقى التي سيلعبها اللون في اللوحة الحديثة. شوف الكلام مختلف، موسيقى، دور الموسيقى في اللون. فدي كان بداية انه كيف نحن نخش في البعد الشعرية. البعد الرابع تكلم عنه قبل الأستاذ. البعد الرابع دي هو البعد المفقود في اللوحة التشكيلية، موجود في الموسيقى. الموسيقى هي زمن مجاري في الزمن، لكن الفنون كلها الأخرى ثابتة في الزمن، التشكيلية البصرية بالذات ثابتة في الزمن. فهم بيحاولوا انه يوجدوا لها عنصر الزمن. الزمن والجغرافيا. بالضبط، الجغرافيا الى حد ما كانوا متاثرين بها كثير لان هي اصلا موجوده في زمنه في حيزه. لكن كان بيستفزهم الايقاع الزمن. فكان بيحصل الاتي، بيجوا كان بيتهوفن وابراهيم بيعملوا حفلات موسيقيه، بيجوا التشكيليين بيقعدوا معهم في الاستوديو في بيستنطوا الى الكونسيرت او الحفل الموسيقي، وثاني يوم يذهبوا الى المرسم ويرسموا احساسهم بالموسيقى في لوحه. من هنا نشات الشعريه البصريه. وبالتالي تطورت هذه الشعريه البصريه الى ان تنزلت لنا وعمت العالم كله بما فيها العالم العربي. نحن وجدنا خامه ما موجوده هناك كثير، ما اشتغلوا بها في اوروبا، اللي هو الحرف، الحرف العربي. عشان كده لما العرب دخلوا والمسلمين دخلوا في موسيقيه الحرف او الشعريه البصريه، كان الخط للكلام اللي قلناك بيل عن قدوسية الحرف نفسه. صحيح. الجانب النفسي. فده خلى الخطاطين والتشكيليين انه في قمة ابداع غير منظور وغير محدود. صحيح. غير العرب حتى اذا ما انتهجوا الحرف، حتى بيكاسو كان بيتحدث عن الحرف العربي في انه كل ما عملوا وكل ما سعى للاعظم بيجد انه الخط العربي سبقه لهذا هذه العظمة يعني التي يدعى اليها. أنا كنت عايز أضيف حاجة من بين يعني. كنت أقول إنه عثمان كان بيدور على اللوحة الدرامية. يعني اللي هي زي ما ذكر الأستاذ الفرق بين الرسم والكتابة الأدبية الروائية، النثر الجميل يعني الرواية، اللي هو البعد الزماني، لأنه أنت بتسرد في زمن. أمس والليلة وحصل وسوى وكذا وكذا وبكرة وكذا، فأنت هنا عندك خط زمن. ده ما موجود في التشكيل. التشكيل هي لحظة واحدة، يعني لقطة واحدة ثابتة ما متحركة. صح. هو عايز اللوحة تبقى لوحة فيها حركة درامية زي الرواية، تحكي حكاية وتتحرك في الأزمنة، وده صعب جدا ما ممكن. عشان كده بتلقي أستاذنا الصلاحي عمل الجدارية بتاعته المشهورة اللي أخذ عليها الجائزة قبل 4 سنين 5 سنين، جائزة الحرس. أيوة. فهي هو أنا لاحظتها في كتالوج بتاع صور من القرن الـ13 عصر يعني قريب من عصر النهضة. الصلاحي متأثر كامل بحركة أنا بسميها اللوحة الملحمية. فيها ناس كتار جدا بيشتركوا في عمل واحد. ده اللي عمله الصلاحي في اللوحة في جداريته دي اللي هي صور الانتفاضة بتاع التبريز. شايفة؟ الأستاذ عثمان يعني طوال الرحلة بتاعت البعد الرابع اللي هو كتبها وبحث عن الحرف وكيف الحرف في شكل اللوحة، وزي ما شفت أنا في لوحة هنا معمولة بمهارة رهيبة وفيها حركة مبنية على الحرف، لكن هي بتحكي حكاية. صح. فهو ده اللي كان بيبحث عنه عثمان، كيف اللوحة يكون عندها معنى. طبعا. نعم. عشان كده كان بيكمل النقص ده، بيكمله بيكتب شعر، بيكتب الدوابيت، بيكتب الغنى، بيكمله بكلام منطوب أو كلام مكتوب فيه معنى. صح. محدد.
نفس الشيء اللي عمل مرة لاحظته عند تلميذه الدكتور أحمد عبد العال. أحمد عبد العال في أعماله الأخيرة قبل يموته بسنتين ثلاث سنوات أو أربع سنوات كان بيستوحي الشخصيات، بيجيب شخصيات روائية من البركل ومروي وفيها جريج وفيها مش عارفين، ويخدهم ويخليهم في حالة حركة، فأنت بتحس إنك قدام حجوة ولا حكاية بتتحرك مش لحظة زمانية. صحيح، ودائما يعني الناس بتتحدث عن اللوحة اللي بتحكي قصة واللوحة اللي بتوازي رواية وغيرها. بالضبط، هو حقيقة يعني لو نظرنا لمحاولة أستاذنا عثمان رضي الله، هو كان بيزعر الإدراك المحسوس للهارموني. نعم، الإدراك المحسوس للهارموني من خلال التوليفات والتصميم والعلاقات مع بعضها اللي بتخلق هذا التجانس، وكان بيزع دائما في إنه هذه اللعبة. لو لاحظنا كثير من أعماله بنلقى فيه وميض للأحرف الأمامية، هذا الوميض يعني يتنوع بين الألوان الهادئة من الأصفر والأحمر، وبالتالي يقيف في واجهة ألوان داكنة وتدرجات هذه الألوان، وبالتالي بنحس بأنه في عمق في اللوحة. وكأنه أنا بشبهها كأنه لو جبنا أستاذ عثمان ويعلى تاني أو أي خطاط وجبنا له ألواح بتاع الزجاج شفاف ثلاثة أربع ألواح وظل يكتب في الأول والثاني والثالث، لما نضيفه لبعض نحن نعيد البعد الرابع. حقيقة البعد الرابع هو سماه، وسماه إنك ترى الصدى في لوحاته. صحيح، ترى الصدى وتسمع الحرف. صح، حقيقة ده كلام سليم من المناسبة، لأنه زي ما قلت أسي أنا شبهته ب يمكن عنا يدل عارفه اللي هي صوت أبو التيتي، وأنا بعرفها يعني بتعرفيها برضك اللي هو الإيكو. صح، يعني في الخلايا لما تجيب تقول يا فلان صدى الصوت، الصوت يمشي متناقص في الأفق. صح، في الأثير تجيب عثمان ويا الله بهذا لما قال ترى الصدى تسمع الحرف، انت بتراه من خلال الصور البصرية للتلاشي للأحرف وهي ماشية في الأفق. ده المعنى بتاع حقيقة، وده البعد الخفي والبعد الرابع اللي حدث عنه. ده بيقودنا لحديث مهم أستاذ عيسى كناقد. يعني كثير من الناس قراءاتهم وتأويلاتهم للوحات قد تختلف، حتى حديثكم عن البعد الرابع قد يختلف معكم فيه آخرون، لكن يعني دائما بنحدد عن اللوحة، هل مهم إنه الفنان التشكيلي يعطي مفاتح اللوحة ولكن ولا يجب أن تقرأ كيفما اتفق؟ هو ما يتدخل يعمل الشغل كفن، يعني ما يخد المتلقي كشرط حقه فهم حقه ببوز الشغل. هو لازم يعمل الشغل بمعزل عن هو بالضرورة. أي فنان بخاطب متلقي مفترض، يعني هسه بتكلم مع مستلم مفترض، يعني في بال كل واحد فينا المتلقي ده ما في اثنين ثلاثة. الدائر أقوله هو البعد الرابع ده جابه شنو؟ اللوحة أصلا هي طول وعرض وعمق دبس. ده بيصير في السينما. في الكاميرا بتاعت السينما. صحيح، بتقدر العين دي بتقدر تدينا الأبعاد الثلاثة دي. البعد الرابع ده اللي هو ده اللي بيحرك السينما. السينما اللي هي المغزى بتاع الحكاية. هو حسي أكتر. حسي. هو في النهاية هي إنك زي ما قال الدكتور قبل شوية، هي أصل اللعبة وين؟ اللعبة في أنه هو داري حول شيء مجرد إلى شيء محسوس مجسد. وليس بالضرورة يعني زي ما تفضلت وذكرت إنه ليس بالضرورة إنه المتلقي يعني يأخذ هذا المعنى بحذافيره كما الفنان. صحيح، ليس بالضرورة، وده يتوقف على أشياء كثيرة، إنه صرفت المتلقي طبعاً، معرفته بالتقنيات تحت العمل، اللغة البصرية الموجودة في اللغة. صحيح، وده بيعيدنا لحديثنا في إنه حتى المتلقي كل يرى بما يحمد. نحن حنطلع محطة مع أستاذنا شرحبيل أحمد ونعود نواصل هذا الحديث. بسم
الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الحديث عن أستاذنا الكبير أستاذ عثمان وجع الله رحمة الله عليه يعني يطول ويطول وذو شجون. وحقيقة أستاذي عثمان يعني كان لي عظيم شرف بأنه يكون أستاذي في كلية الفنون الجميلة في قسم الخطوط اللي هو نحن بصدد الكلام عليه. وأستاذ عثمان وجع الله حقيقة إنسان ظريف جدا ولطيف جدا وزول وسيم وزول يعني تحس بأنه هو كله فنون حقيقة في شكله وطريقته وكلامه طريقة تدريسه حتى تفهمه لين الطلبة إنه الخط معنى الخطوط معناها إيه وأنواعها المختلفة. ويكفي إنه أستاذنا عثمان ذاته من أول الفنانين السودانيين المبدعين وأخذ شهادة كبيرة جدا من الخطاط العالمي المصري سيد إبراهيم وأشهد به شهادة كبيرة لما يدل على أن أستاذنا العظيم كان إنسان ملهم وكان إنسان يعني بطبيعته فنان. وأستاذ عثمان يعني كان يجيد الإنجليزية والفرنسية وكان أستاذ ظريف ووصل المادة بتاعته لنا يعني توصيل جميل جدا والناس الدرس على يده أكيد يكونوا بيقوا يعني خطاطين جدا وممتازين جدا لأنه أزول بيقدر يخط كويس بيقدر يعمل حاجات تانية كويسة. وطبعا الجانب ده معروف عالميا حتى يعني أستاذنا عثمان لما كان في إنجلترا يعني وخلى البلد يعني إحنا تأثرنا جدا وكنا مزقى إنه يقعد عشان يدرس بقية المجموعة الموجودة لكن برضو وجوده في الخارج كان له أثر كبير جدا لأنه قدر يعكس الفن السوداني والإفريقي وفي نفس الوقت يعني ما تستغلوا لو قلت لكم انه استاذ عثمان يعني مجموع حاجات كثيره كان عملها وهو في غربته ممكن نذكرها بعد شويه. استاذ عثمان وجع الله الحقيقه بالنسبه لي انا يعني كفنان كان له اثر كبير جدا في حياتي مش التشكيليه في حياتي ايضا الموسيقيه لانه استاذ عثمان بجانب الفنون كان راجل موسيقي بحب الموسيقى ويجد الرقص يعني مش الرقص أي رقص يعني كان الرقص الإيقاعي الممتاز وهو يعني كان أيضا بحب موسيقى الجاز حب شديد جدا جدا. وأذكر أنه لما كان هو ساكن في الفاكولتي بتاعت الأساتذة في الخرطوم في الخرطوم غرب زمان يعني الناس ما بيعرفوها لكن ممكن أذكرهم بسينما الوطنية غرب فكان يسكن هناك كنت أنا كان يصاحبني أو كان يقول لي يا حبيب تعال أنا أسمعك موسيقى الجاز وفي الوقت ده كان لسه حتى ما بديت الغنى العادي لكن كان عندي الاتجاهات فدي تكون واحدة من الحياة البذرف فوق الأستاذ عثمان بيحسوا التشكيل ويحسوا الموسيقي وتعرفت من خلال زيارتي متعددة لمنزله اللي كان موجود قريب من كلية الفنون الجميلة من ناحية الشرقية وتعرفت على موسيقى الجاز وعلى ناس كومبيسي وناس ليوار مسترونغ وناس ومجموعة كبيرة جدا من المقطوعات الموسيقية وكان بيشرح لي ذاته وحتى كان عنده خيال في انه ممكن الموسيقى السودانية خاصة الحقيبة ممكن الناس يطوروا فيها ويعملوا فيها ياخذوا تيمة صغيرة او مجموعة من الالحان وتتحول الى موسيقى الجاز وكان حتى بدندن بخشمه الحاجات ويعني كان لها اثر كبير جدا في حياتي الموسيقية ومستقبلها. وحتى استاذ عثمان بعد ما رحل من المنطقة دي رحل في منطقة بري في منزله هناك برضو كنت بديه زيارات وخاصة بعد ما أنا
بعد اللي قدام شوية كونت جروب كده، وكان هو معجب بالجروب ده وكان بيشجعني تشجيع كبير جدا في الحتة دي. شكرا لاستاذنا شور حبيب الاحمد، نقول له كل سنه وانت طيب، وتواصل معكم هذا المد على ضفاف العيد اهل اليوم، على ضفاف استاذنا المبدع الراحل عثمان وقع الله بعض الفاصل. تحية لكم مشاهدينا، يتواصل هذا المد من العيد أهل على ضفاف الراحل المبدع التشكيلي أستاذنا عثمان وقع الله. نرحب من جديد ببروف عبدو عثمان عميد كلية الوسائط المتعددة والدراسات الإبداعية بجاردن سيتي، مرحب بك من جديد. وأستاذنا عيسى الحلو الناقد والقاص، ونرحب من جديد بشقيق المبدع عثمان الحلو والأستاذ محمود وبن عثمان وقع الله، ونرحب كمان من جديد بنوارق وأكرم ونور الدين. وكنا بنتكلم يعني في الفاصل الفائتة، يتحدث أستاذ شور حبيل أيضا رجعنا لموضوع الحقيبة، يمكن كثير من الرموز يتحدثوا عن جانب الحقيبة يعني عثمان وقع الله، ده يعني بيدعونا لتساؤل لماذا الحقيبة، يعني السبب في وجود الحقيبة عنده كأغنيات وترجمة للوحات واحتفاظ حتى بالألحان وغيرها. والله أنا سألت سؤال مباشر عن السبب، السبب شنو خليه يتعلق بالأغاني الحقيبة دي وكذا، فقال هو بيتهم جم ناس شيخ الخليل الطيب جده وكذا، فقال لي في الثلاثينات شيخ الخليل أظنه جاب مقاول أو بنا عبد الحميد يوسف مغني فكانوا بيبنوا معاه ما ليل، وقال لي أنا بقعد في الظل، فأثناء بناهم بيغنوا بيشيلوا معاه وكذا، فقال لي المسألة دي استهواني، دي بدايات السبب الأثر في حب خلاه يحب أغنية الحقيبة بشكل خاص. صح، ويمكن ده يعني جانب نحن نتكلم عنه في الجانب الأكاديميات كمان، وكان من المؤسسين يبروف لكلية الفنون الجميلة، ورائد كمان لمدرسة الخرطوم زي ما ذكرنا المدرسة الحروفية بشكل خاص، وأيضا مؤسس لرابط أو اتحاد الأدباء والفنانين التشكيليين، فيمكن هي جوانب كمان كانت في الحديث الأكاديمي والوجود الجماعي للتشكيليين. ده كلام سليم، بس أنا يعني أنا آسف جدا إنه ما حضرت في الكلية كطالب، يعني إحنا دخلنا الكلية 1965 هو كان في الوكالة تقريبا غادر السودان وخرج لإنجلترا، لكن أثر موضوع في الكلية، إحنا طلاب ونحن أساتذة بعد ذلك فيها، فكان بصماته في الكلية واضحة لأنه بدراسته في إنجلترا والنيل من النهل الأكاديمي الأوروبي نقلوا كامل إلى السودان، يعني الكلية تأسست وغريلو كمؤسس الفنون في السودان، وهو بالمناسبة الإنسان الرسم سواكن رسمي كامل، الكتابة الوحيدة اللي هو علاقة بسواكن رسم غريلو، فهو فنان تشكيلي، وأيضا كان له باع طويل جدا في تأسيس البنية الأساسية لكل الفنون الجميلة مع الأساتذة عثمان وقع الله، مع الأساتذة الجنيد، ومن تالي مجموعة من الأساتذة كان لهم دور واسع جدا، كان في مجموعة الخواجات موجودة طبعا كحال كل المسارات في البداية، لكن الرعيل الأول اللي ذهب لإنجلترا ونالوا من إنجلترا الإجازة العلمية ورجعوا، ديل هم اللي بدأت الكلية حقيقة في ما أقول سودنة، لأن الفن لا يسودن بقدر ما هو وتعبير إنساني عام صحيح، وإحنا قبل تحدثنا لكن عنه سودنة الوظائف، نعم يعني صحيح الإنجليز ماشوا، وفي الأستاذ محمد أحمد برضو خطاء الخزاف ممتاز جدا جدا في إنجلترا، في أستاذ النجومي
زي كل ما كلهم باع طويل جدا في تكوين البنية الأساسية أو اللبنة الأولى لكلية الفنون الجميلة في الأربعينات آخر الأربعينات. وكانت في كلية غردون طبعا انتقلت للمعهد الفني، وبالمناسبة في المعهد الفني كانت هي أول كلية قبل الهندسة. يعني أول كلية كانت موجودة الآن في جامعة السودان تسمية جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا هي كلية الفنون الجميلة، وأول كلية عملت دراسات عليا هي كلية الفنون الجميلة في كل الكليات الأخرى. يعني لا تكنولوجيا لا تجارة كانت كلية الفنون الجميلة، وأول كلية أخذت بكالوريوس هي كلية الفنون الجميلة. صحيح، وأيضا الاتحاد والتطور طبيعي يعني كان لأنه كان العين واعية لكل المشرفين على هذا العمل يعني في أستاذنا وقع الله، فكان ساقوها وغادوها إلى هذا المستوى العالي جدا جدا. حتى أذكر في أوائل الستينات جاء طلبوا بعثة تقييمية من إنجلترا من عمداء كليات مرموغة، ثلاثة كليات هم جلسوا وغيموا المنهج بتاع الكلية وغيموا مستوى الخريج بتاع الكلية، وقال لا تغل عن الكليات الموجودة في بريطانيا. هذه كانت شهادة يعني ما بعدها شهادة لمستوى الفنون الجميلة والخريج بتاع الكلية بتاع الفنون الجميلة. فدي كانت شهادة نحن نفخر بها، لأنه واستمرت الكلية في تطورها وفقدنا الأساتذة كثير. يعني للأسف يعني الظروف يعني ما كانت بتسمح للناس اللي يستمروا، لأنه كانت تطلعات بقت إنسانية أكثر منها يعني محلية، فبالتالي كان البحث عن فضاء أوسع خلى الأساتذة كلهم يرحلوا من السودان. صحيح، ويمكن ده خليني أتحدث عن جانب. قبل تحدثنا عن زاوية صغل الموهبة والحفاظ على الموهبة، تحدث عن دور العلم، ولكن بعد ما نعود لعبلة في حديث مع أسرة الراحل عثمان وقعطة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا، سعيدين جدا أن نلتقي بأسرة الأستاذ العظيم عثمان وقع الله. معنا الأخت الصقرة للأستاذ، أستاذ عفاف. مرحبا. مرحبا وأهلا وسهلا بغلات الشروق. مرحبا، الله يخليكم. معنا كمان ابنة الأستاذ عثمان وقع الله، هناء. مرحبا بك أستاذ هناء. مرحبا كثير، شرفته. والابن الأكبر للأستاذ عثمان، أستاذ محمد. مرحبا. مرحبا يا أستاذ. مرحبا. نحن في دردشتنا دي بنحاول نغطي لبدايات الأستاذ وبداياته الفنية وبدايات حياته، فبحكم معاشرتك له يا أستاذ عفاف، إذا كلمتينا عن بداياته في البيت والبساطة والعيشة قبل بداياته الفنية. طبعا أنا لمن أنا وعيت لويته في المعهد الفني. أنت أستاذ كبير. والدفعة كانت الأولى المشط لندن، فأنا حبليك من هنا يعني. طبعاً في الأول ما أنا أصغر أكيد طبع عشرتيه في البيت وطبعه وأخلاقه إنسان طبعاً يعني من ناحية التهذيب من ناحية المعرفة، بعدين إنسان متواضع. يعني أنا ممكن أجي أحكي قصة هو بفعله ما بقول لي لا، ما بيكسفك بقول لي احتمال ما تكون كده، تحكي بلباغة وبإحنان حاجة كده يعني. بعدين تاني إنسان بقدر ما عاش في ضنبا زي ما يقولوا ما مر جلده من المطار لما نيجي البيت لغاية بيعدي الإجازة جلابية، لسه محافظ على زي الوطني للبلد في رفاعة. بالنسبة للرفاعة المآتي مسيدة، المناسبات مسيدة، الطفل الصغير الكبير بقول لك عسر كان بيتواصل مع كل الأهل رفاعة كلها تقريبا، حتى المبلاقيون لو بلاقيون حتى في المساجد بشي معهم الفاتحة كده وبيقولوا يا جماعة البركة فيه. الناس كنا الفاقدين والناس الفاقدين. إنسان جميل واضع متواضع جدا، ربنا يرحمه. يعني كان متواضع جدا أكثر حاجة إنسان بقدر يقولها جدا. رحلاته وجياته والغربة طبعا هو كان متنقل من أماكن للتانية، فكان لما يجي راجع وإنه فقده من البيت وغيابه كيف كانت الحاجة دي معاكم أنتوا يعني تأثير عليه؟ يعني أنا بتذكر الوالدة دي بتبكي بك أصلا معقول يعني بالضمن. بعدين له طبعا ما خد الدول الأفريقية الأوروبية الآسيوية العربية كلها، بقول لك بعد كده أنا بس بديك الخلاصة إن الإنسان متواضع جدا أصلي ما شفته يعني، مش عشان أقول لكن البروف اسمه متواضع تواضع معك. أنت قعدت معه وتقول هذا الشخص ما بيعرف حاجة، ما أظن درس الابتدائية دي سيمة المتواضعين المثقفين كمان.
كم لغة وطبعا أديب وشاعر وبالحاجة. ما شاء الله ربنا يرحمه إن شاء الله. ننتقل إحنا مشاهدينا للأستاذة هناء. إذا كلمتينا عن الأستاذ من بعد وفاته أنت بكل يعني عملت معارض كبيرة جدا وثقت له وعملت له معارض وحاولت تنشري الفن اللي هو عمله، فإذا كلمتينا عن الحاجات. أول معرض كان أنا عملته لأبوي رحمة الله عليه في جامعة أفريقيا جامعة أفريقيا في مركز خليفة مركز يوسف الخليفة أبو بكر، وكان تقريبا قبل سنتين. تاني عملت معرض في جامعة في قاعة الشارقة. تاني عملت ذكرتين 2015-2016 في رفاعة. طبعا دي على حسب الوصية اللي كان موصى بها إنه يتعمل معرض لناسه ولأهله في رفاعة. لبقى أستاذ محمد، إذا كلمتنا عن مقتنيات وأعماله الفنية المتنوعة الموجودة في أنحاء العالم. إنه عمل معارض في كثير من الدول يعني. نعم، في أعمال يعني ما كثير من الأعمال موجودة في المتاحف العالمية، كثير تركز على الإنتاج أكثر من البيع، وزي ما أنت شايفة ده جزء بسيط جدا من الأعمال الفنية الموجودة يعني اللوحات الموجودة دي. لكن بشهادة الأستاذ إبراهيم الصالحي قال لي أبوه كان بيشتغل بنتج، لكن يعني ما كان بيرضى يبيع الأعمال، بس كان بحب أنه ينتج أعمال ويحفظها يعني. متمسك بفكرة الفن أكثر من المهنة، أنه يبيع ويجيب من خلاله يعني مال أو دخل مادي. نهائيا ما كان بفكر في أنه هو مثلا يبيع أي أعمال عشان يلقى منها دخل مادي. قضية جميلة جدا. طب إذا كلمتنا عن علاقاته الاجتماعية، خصوصا أنه أنت عاشرته فشفت أنه كان رفيق الطيب صالح وشخصيات كبيرة من المبدعين في السودان، كيف كنت بتشوف أنه تعامله معهم؟ أنا بتذكر مرة حضرت لهم جلسة بتاعت نقاش في لندن، كان فيها أستاذ الطيب صالح الله يرحمه، كان في أستاذ الصالحي، كان في الشاعر الكبير صلاح محمد إبراهيم. هم كانوا بيتناقشوا في الهوية السودانية، هل الهوية السودانية هل نحن أفارقة أم عرب؟ يعني النقاش ده أنا لو بالغت لك إذا بدأ من الساعة 7 انتهى غرابة الساعة 3-4 صباحا، وكان لسه قال له شنو نواصل الجلسة الجاية ونتم النقاش. فكل واحد كان بيطرح نقطة الفكري طبعا نقطة بسيطة، بس كان يعني إذا واحد قال فكرة كل واحد بعدين برد عليه على فكرته طبعا بحديث مطول. وجلسة كانت يعني كانت جميلة جدا جدا، استفدت منها كثيرا. أكيد أنت حكيت حتستفيد من جلسة فيها الكثير من العلماء. شاكرين لك جدا أستاذ محمد. ربنا يديك العافية. الشكر الجزيل لقناة الشروق لتغطية الفعالية بتاعت معرض الوالد، وربنا يديكم العافية وإن شاء الله دوما. شكرا عبلة وشكرا هناء وعفاف ومحمد، وبنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، ولكل أسرة المبدع عثمان وقع الله بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين. ممكن يا أستاذ محمود يعني امتدادا لحديث الأسرة، كان في جانب للحديث عن المقتنيات، ونحن دائما نتكلم يعني في حديثنا عن المنتوج الإبداعي لأستاذنا عثمان وقع الله، وعنده يعني الكثير من التصميمات من الأوسمة من الشعارات وغيرها. أن إحنا ما بيسعنا الحديث عن المنتوج كله،
يعني حديث عن تصميم العملة السودانية لأوسمة رئاسة الجمهورية، أوراق الاعتماد للسفراء في وزارة الخارجية وغيرها من الأشكال لهذه الجنسية والجواز وغيرها من المنتوج الإبداعي، فأنتم بتملكوا شنو منه؟ يعني موجود عندكم ممكن تقدموه للناس ويشاهدوه الناس وتقولوا لكل المهتمين بالإبداع لأستاذ عثمان ولي الله إنه موجود. غير اللوحات طبعا ذكرت انت بعض الاشياء اللي علاقه بالدواء في 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 مؤلفات واحد في زي 24 بوكس فايف عن تاريخ الحرف في سبع دواوين يمكن من مديح لشير لدوبي سبع دواوين في مكتبه صوتيه كبيره في مكتبه المكتبة الصوتية بتحوي شنو؟ والله يا أخي في أسطوانات الرير القديمة ذيك حاولنا نقوله ما كان لقينا جهاز بنقول أحداث لتناول المكان تزوغ بالموسيقى الغربية أي موجودة غربية والسودانية وفي يمكن المعارض اللي عملها برضو واستغلها بشرائط الفيديو في الشرائط الكاسيت كمية موجودة في مكتبة كمية من الكتب يعني مكتبة ضخمة موجودة في تاني مقتنيات شخصية في أدوات الشغل أحبار دي موجودة وده مقام نشكر فيه يعني الأستاذ الدكتور عثمان النزير ونعتذر له عن انقطاعنا عنه لأسباب لكن 65% من الأشياء دي دولة عثمان النزير ما كان رجعت من بريطانيا سجل هذه الحقيقة صحيح ودي دعوة مطروحة للجميع المهتمين الدكتور الهادي أحمد الشيخ طرحهم عليه وما أصلا ما كان في حد مهتم قدر الهادي أحمد الشيخ الله يرحمه ورحمة الواسعة وكثير من المهتمين بفن ومنتوج لكن وصايا حميدة يعني كانت في لأنه صديق شخصي لي طبعا هو أصلا صديق إخوان الكبار مختار والشفيع ومنصور وأذكر لما حفظ المعرض أو الأعمال كلها في بيته كان هي ما كلها كان قلق جدا وخايف على هذه وقال والله أنا شارع أول مرة أسوق فيه الحين والله ما كنت خايف اموت خايف العمارة اي صحيح ومجموعه انا ما شفتها بمناسبه اترحم عليه وما ما شفتها شخص في وفاء وجديه وصدق الدكتور الهادي احمد الشيخ رحمه الله عليه رحمه ربه يرحمه ودائما يعني هي دائما لما نحدث عن مقدمات المبدع ووصول للاخر بيجي الصدق بالتاكيد في المقدمه يعني انا اقول حنعود للحديث في موضوع ومحور اخير يعني عن انا الممتلكات والمقتنيات وكيفيه تقديمها لكن عندنا افاده حنشاهدها ونعود نواصل الحديث لا بد الزول يتحدث عن عثمان عن جوانب أخرى من غير الخط عثمان رجل فنان مكتمل عثمان رجل شاعر رجل إعلامي رجل مفكر رجل كاتب رجل يتحدث أربع لغات فنان عديد الهوية نعم متعدد أنا التقيت به أول مرة طبعا هو في فارق سن بيناتنا أول مرة يكبرك بالسن كان يكبرك سنا؟ كان أكبر مني سنا بحوالي 16 عام. لكن لما جينا التقينا أنا جيت للدراسة هنا في خرطوم وكان هو في مكتبه الخاص
فكانت علاقة في الأول كانت علاقة أخ صغير بشقيق كبير، فانتقلت إلى صداقة حميمة جدا تعلمت فيها كثير منه. وكان منزله في بري عامر يعني بكبار الشخصيات من شعراء وفنانين ومفكرين وصحفيين وإعلاميين. هذه الفترة عثمان كذلك كان شاعرا، يعني أذكر أنه عام 57 58 حصلت ثورة 14 تموز في العراق عام 58 لما قابلنا عبد الكريم قاسم. بعد مرور شهر دعا نادي شل كل الشعراء، وكان من ضمنهم وزير الخارجية محمد أحمد محجوب، فقال قصيدته شهيرة اللي هي في يعني قال: البائعون كرامة الإسلام جهرا لليهودي، العاقدون الحلف في بغداد عاصمة الرشيدي، والبائعون كرامة الإسلام جهرا لليهودي، ومحمد منهم بريء في سمو في خلود. ثم جاء إلى السودان يعني في القصيدة وقال: وهنا على هذه الضفاف شعب ملهم متوثب رغم القيود، فقد القيادة فاستوى فيه المعمى بالسديد. وكان وزير الخارجية موجود، فقامت مظاهرة، شالوا الميكروفون منه لأنه بدأ يهاجم قوة الكلمة. شالوا منه الميكروفون. هذه واحدة من قصائده. شكرا عبلة والباشمهندس الفاتح علي موسى. ممكن نحن يعني وصلنا لآخر الخطوات في مشوارنا لتكريم المبدع الراحل عثمان وقع الله. قبل الختام بتحدثونا عن لوحاتكم نمارق وأكرم. تفضل أكرم. بداية ببحث عن جماليات الحرف العربي في التشكيل، فخارج عن نطاق الكلاسيكية. فده جزء من الأعمال هنا بحاول فيه أنسق اللون مع التشكيل مع مزج الحرف العربي. دي جزء من الأعمال هنا فيه بتلقى إنه مجسد أشكال بشكل الحرف العربي. جزء منها بتلقي فيه الخط الكلاسيك، لكن ما جملة معينة وكلمة يعني معينة بتعني حاجة. صحيح. فده بحاول نصل له يعني. صحيح. النمارق. أنا ما عندي حاجة معينة. ده برضو جزء من الحديد الظاهر ولا؟ ظاهر. حاول استخدم اللوحات في التصميم الداخلي. كمكملة يعني جماليات عايزة أصل بها برضو لحاجة معينة ولسه هو الزول بيبحث طبعا لحد ما يلقى الحاجة فعايزة وإن شاء الله نصل لحاجة. صح. هي رؤية ونعرف دائما إنه أصعب حاجة تقال للفنان إنه يفسر يعني لوحاته. خلونا يعني في ختام اللقاء ده نتحدث إنه يعني إحنا اليوم في رؤية تكريمية، إحنا ممكن نعمل شنو لو أستاذنا عثمان وقع الله تكريما في حديث سريع. ما دام سريع ونهاية بس أقول كلمة ثانية في عمله كله. أنا أفتكر أنه يعني أستاذنا وقع الله في اختياره لأعماله قصد الناحية الشعرية الموسيقية في أعماله كلها، وكل لوحة لها مقام لوحدها، النسيج الموجود داخل كل لوحة لها تكرر في الأخرى، وده ما يجعل حروفية عثمان وقع الله متميزة وفريدة ومبدعة، وده ما يقال عليه الآن في المفهوم العصري استدعاء الفراء استدعاء الزمن في اللوحة الحديثة.
فانا اعتقد دي قمه الابداع، ونعود نقول حنعمل شنو بهذا الابداع. صحيح. كما تفضلت بالسؤال بتاعي، كان في محاولات كثيره في انه نحن هذا العمل الضخم الكبير المبدع، دي ثروه سودانيه، ارث سوداني 100%، ولا بد من الحفاظ عليه. صحيح، نحافظ عليه ونقدمه لأجيال قادمة، وده حديث عن المجايلة. نحن سعداء كنا اليوم في حضور الفن التشكيلي في العيد أهل، في حديث خاص وتكريمي للمبدع التشكيلي أستاذنا عثمان وقع الله. شكرا جزيلا دكتور عبدو عثمان، عميد كلية الوسائط المتعددة والدراسات الإبداعية بجاردن سيتي. شكرا جزيلا أستاذنا عيسى الحلو الناقد والقاص. شكرا محمود وقع الله، وشكرا للشباب الموجودين معنا المبدعين نمارق أكرم ونور الدين. شكرا لكم جزيلا، شكرا لكل الشاهد لهذه الفترة من العيد أهل. ودائما يبقى العيد موسم للوصل وللتعافي وللتصافي ولعكس هذه الرؤى الإبداعية المختلفة. كنا سعداء جدا اليوم، وبالتأكيد هو غيض من فيض للبروف الراحل عثمان وقع الله. حتى الملتقى، هذه تحياتي وفريق العمل، كل عام وأنتم جميعا بألف خير.